السلام عليكم شباب، يا رب تكون كل اموركم طيبه وتكون كل اموركم بخير. ان شاء الله النهارده هنبتدي مع بعض في ليكشر 6. وليكشر 6 هنبتدي نتكلم فيه عن الثيوريتيكال بارت. كل اللي فات المحاضرات اللي فاتت الخمسه كنا بنتكلم على البراكتيكال اللي هو الجزء العملي، والجزء الثيوريتيكال بارت احنا مش هنحتاج اكتر محاضرتين باذن الله. المحاضره بتاعت النهارده اللي هي رقم 6 اللي هناخدها في الكليه، والمحاضره اللي هي السبعه الاخيره اللي هنقدمها بدل ما تبقى الخميس هنقدمها، هتبقى قبل كده لو نفع حسب ظروفكم، وهنأكد على بعض فكرة التقديم دي. النهارده هنتكلم في أول في شابتر 1 اللي هو ذا فيلد اوف بابليك فاينانس. ذا فيلد اوف بابليك فاينانس اللي هو المجال بتاع المالية العامة، العلم بتاع المالية العامة. طبعا احنا في البداية هنلاقينا بنتكلم قبل ما ندخل في الفيلد اوف بابليك فاينانس بنتكلم على الديفينيشن اوف ايكونومكس، تعريف الاقتصاد. ايه هو what does it mean economics؟ احنا كلنا خدنا في سنة اولى ان economics is a science which studies how man use or misuse scarce or limited resource to satisfy the unlimited human needs or the unlimited human wants. احنا خدنا في سنة اولى ان الايكونومكس هو العلم اللي بيستدي study ايه؟ study how man use or misuse، ازاي الانسان يقدر يستخدم او يسيء استخدام الـ available resources الموارد المتاحة to satisfy his human wants or needs، إن هو يشبع احتياجاته الإنسانية أو البشرية، احتياجاته needs بتاعته الـ wants بتاعته الرغبات والاحتياجات بتاعته، إزاي نستخدم الموارد المتاحة في إشباع احتياجاتنا ورغباتنا. Putting into consideration that human wants exceeds the available resources، مع الأخذ في الاعتبار إنه الـ human needs الاحتياجات البشرية بتفوق وبتزيد عن الـ available resources عن الموارد المتاحة to satisfy them. تعال نشوف دوت مع بعض في السلايد اللي جاي. أهو هتلاقي يا جماعة أول ما ابتدينا بنعمل الـ definition of economics. اتفقنا إن الـ definition of economics إيه هو الـ economics؟ قلنا is a science which studies how man إزاي الإنسان use or misuse the available resources to satisfy his wants or his needs. ازاي الانسان يقدر يستخدم او يسيء استخدام، ما هو في ناس بتسيء استخدام ال available resources الموارد المتاحة to satisfy انه يشبع بيها ال wants بتاعته ال needs بتاعته. طبعا كلنا عارفين مين بيفوق التاني، يا ترى ال resources اكتر ولا ال human wants اكتر؟ طبعا ال human wants اكتر بكتير. كلنا خدنا في سنة اولى في المايكرو ايكونومكس ان الهيومن وونتس مالها unlimited. انت نفسك تتجوز، نفسك تشرب، نفسك تاكل، نفسك تجيب شقه، نفسك تجيب عربيه، نفسك كذا، وتلاقي كل يوم كل مدى احتياجاتك بتزيد، الوونتس النيدز بتاعتك بتزيد، فالهيومن وونتس تعتبر unlimited لكن الريسورسز تعتبر limited. وبالتالي يبقى احنا لازم ناخد في اعتبارنا putting into consideration that the fact that man's wants مالها exceed his resources to satisfy them، انه الـ resources تعتبر limited but human wants تعتبر unlimited. يبقى المشكلة في الـ economics how we can use scarce or limited resources to satisfy the unlimited human wants. اوكي okay؟ يبقى مرة تانية ايه الـ definition of economics؟ definition of economics is the science which studies how man use or misuse available resources to satisfy his human wants putting into considerations that the fact that human wants exceed the available resources. اوكي okay؟ انه الاحتياجات البشريه بتفوق وبتزيد بكتير عن ال available resources. طبعا المشكله دي بقى ان انت الريسورسز مش مكفيه ال human needs. فاكرين كنا بنسميها ايه في سنه اولى؟ كنا نسميها البروبلم دي كنا نسميها scarcity of resources. يبقى دي اهو هنلاقي اهوت this problem المشكله دي called scarcity of resources ان هو ندرة الموارد. يعني ايه ندرة الموارد؟ زي ما قلنا انه human needs تعتبر unlimited but resources available resources are limited. So how we can satisfy the unlimited human wants using the limited or scarce resources. هو ده المشكلة بتاعت scarcity of resources، ندرة الموارد. اوكي طب ندرة الموارد دي هتحتم علينا lead to what؟ هتحتم علينا ان احنا عشان نحل المشكله دي مش هنقدر نحلها. بس اي مجتمع في الدنيا بيعمل ثلاث حاجات. بيعمل ايه بقى؟ اول حاجه بيعملها عشان نتغلب على مشكله نظره الموارد اللي هو فكره انك لازم تعترف
هل هتقدر تشبع كل احتياجاتك؟ لا. We cannot satisfy all human wants. ما نقدرش نشبع كل احتياجاتنا. عشان كده بقى ايه؟ هنلاقي ان احتياجات الانسان ممكن نقسمها لثلاث انواع من الاحتياجات. Some of our needs, some of our wants can be satisfied fully. احنا ممكن fully satisfied. في بعض احتياجاتنا بنشبعها بصورة كلية. And some of our needs can be satisfied partially. في بعض احتياجاتنا بنشبعها بصورة جزئية. And some of our needs cannot be satisfied at all. وفي بعض احتياجاتنا ما نقدرش نشبعها بصفة كلية. أو we cannot satisfy all our wants. ما نقدرش نشبع كل احتياجاتنا. بعض احتياجاتنا أهو fully satisfied. ممكن نشبعها بصورة كلية. زي إيه؟ زي مثلا نقول الأكل. إحنا ما حدش فينا بينام من غير أكل يعني. يعني أعتقد إنه حتى لو فقير ممكن يمشي نفسه بأي حاجة يعني. فممكن نشبع احتياجاتنا من الأكل. جميل. some partially satisfied مش أنا. في بعض احتياجات تانية بنشبعها بشكل جزئي. زي ايه؟ في بعض الناس بيبقى هو نفسه ياكل بس مش بياكل كل حاجة، بياكل الحاجات الضرورية، لكن الحاجات الترفيهية والحاجات الكمالية والحلويات والفواكه وخلافه بياكل منها بس كل فين وفين، ده لو كلها يعني. and some cannot be satisfied. وفي بعض احتياجاتنا للأسف مش هنقدر نشبعها. ليه؟ لأنه في scarcity في resources، مش هنقدر نشبعها أصلا. زي ايه؟ واحد نفسه مثلا يبقى معاه عربية لامبورجيني، فانا مش هقدر اشبع ده. تمام. يبقى دي اول نقطه لازم يبقى اهو، انه بسبب السكارسيتي اوف ريسورسز اهو وي كان نوت ساتيسفاي اول اور وونتس. وقسمنا الوونتس بتاعتنا لايه؟ سام كان بي ساتيسفايد فولي، سام كان بي ساتيسفايد بارشلي، اند سام كان نوت بي ساتيسفايد ات اول. تاني حاجه لازم نعرفها عشان نحل مشكله السكارسيتي اوف ريسورسز هي ان احنا لازم نعمل حاجه اسمها ايه؟ وي ماست ايكونومايز. لازم نقتصد. طب نقتصد ازاي؟ نعمل ايكونومايزنج ازاي؟ نقتصد ازاي؟ هنلاقي ان اي مجتمع في الدنيا، any society around the world، هتلاقي ان المجتمع can be divided into three groups. هتلاقي المجتمع متقسم لثلاث جروبات. جروب منهم اللي هو بنسميهم احنا الانديفيدوالز، او اللي بيطلق عليهم consumers. يبقى في جروب كده في المجتمع اسمه consumers individuals. في جروب تاني بنسميه اللي هم الانتربرايزز، اللي هم الفيرمز، اللي هم الشركات، المشروعات، اللي هو ممكن نسميه البرايفت سيكتور. وفي قطاع ثالث، في سيكتور ثالث اللي هو بنسميه الجفرمنت، اللي هو البابليك سيكتور. يبقى اهو وي نيد تو ايكونومايز، وي ماست ايكونومايز. اهو ذا نيسيسيتي اوف ايكونومايزنج. لازم نعمل ايكونومايزنج. نقتصد ازاي؟ نقتصد ان احنا وي ماست ديفايد ذا سوسايتي انتو 3 جروبس. بنقسم المجتمع لثلاث جروبات. جروب الاول individuals اور consumers، ده رقم واحد. جروب تاني البيزنس انتربرايزز اللي هم الفيرمز، اللي هم ممكن نسميه البرايفت سيكتور. والجروب التالت اللي هو الجفرمنت او البابليك سيكتور. تمام. طيب تالت حاجه لازم نعرفها ازاي برضو السكارسيتي ليد تو وات ليد تو، وي ماست ميك ا تشويس. فاكرين في سنه اولى في المايكرو ايكونومكس او سكارسيتي ليد تو ميك ا تشويس. اهو سكارسيتي ليد تو تشويسز، ان احنا لازم نختار. ادي التلات حاجات دول اللي انت لازم تكون واخدهم بالك من مشكلة scarcity of resources، اللي هي المشكلة الأساسية في المايكرو أو في الإيكونومكس. تعال نشوف اللي بعد كده. تعال بقى نشوف مع بعض بعد كده scarcity problem، مشكلة الإيه؟ مشكلة الندرة. scarcity يعني ندرة. يا ترى هل مشكلة الندرة هي مرتبطة بمشكلة scarcity of money؟ يعني هل لما نيجي نتكلم نقول scarcity mean that money is not enough؟ هل يا جماعة الـ scarcity هي مرتبطة بفكرة انه الماني is not enough، هي مشكلة مرتبطة بسكارسيتي اوف ماني؟ لا. فبنقول the problem is not in scarcity of money. مشكلة مش مشكلة ندرة الفلوس. why؟ لان احنا كلنا عارفين ان الحكومة عندها البنك المركزي بتاعها، والبنك المركزي بتاعها بيبقى فيه مكنة طبع الفلوس. كل الحكاية ايه؟ انه government can print more money. الحكومة ممكن تطبع مزيد من الفلوس. فالحكومة لو الفلوس في البلد ناقصة ممكن تطبع الفلوس اللي هي عايزاها. ف scarcity is not scarcity of money. ما هيش مشكلة ندرة الفلوس. why؟ because government can print more money. بس خلي بالنا الحكومة لو هي ممكن تطبع فلوس زيادة، لو الحكومة طبعت فلوس عمالة على بطال، هيحصل ايه؟ this will lead to inflation. inflation اللي هو increases in prices، ارتفاع الأسعار. عشان كده لازم لما الحكومة when government print more money this will be with some restrictions. لازم يكون بصورة مقيدة مش بصورة مطلقة. يبقى هل يا جماعة لو جالك سؤال صح وغلط في امتحان وقال لك scarcity problem is mean that money is scarce؟ لا، أقول لك الكلام ده كلام مش مظبوط. أهو
بنقول the problem is not in scarcity of money. مشكلة مش مشكلة ندرة الفلوس. Why? Because government can print more money. بس مع ايه؟ With restrictions. لان الحكومة لو طلعت فلوس عمال على بطال, this will lead to inflation. Inflation اللي هو increases in prices. جميل؟ امال scarcity مرتبطة بايه بقى؟ Scarcity مرتبطة بال resources. Resources are scarce. Resources are not enough. يبقى انا مشكلة الـ scarcity مرتبطة بالايه؟ مرتبطة بالـ resources اللي هي ان resources, available resources are not enough. ان الموارد المتاحة مش مكفية, not enough to produce goods and services. اهو انك انت الموارد اللي موجودة في البلد مش مكفية عشان ننتج سلع وخدمات مختلفة. زي ايه؟ زي raw materials. للأسف raw materials are scarce. زي مثلا ممكن نقوله زي الـ equipments, المعدات والآلات, الماشينز دي تعتبر سكارس اهو. فنقول the problem of scarcity reflect scarcity of resources. اوكي, not money. It reflect scarcity of resources to produce goods and services. Resources are not enough. احنا عندنا resources are not enough. زي ايه؟ الاكويبمنت, الآلات مش كافية, الرو ماتيريالز مش كافية. يبقى يا جماعة, هل لو جالك اختيار متعدد قال لك scarcity problem related to, جاب لك choose one money, choose two resources, نختار مين فيهم؟ طبعا نختار resources, ما نختارش money. Why? Because we can print more money. لكن resources للأسف الشديد هي اللي تعتبر فيها scarcity. اوكي, طيب تعال نشوف اللي بعد كده. تعال نشوف مع بعض اول سؤال على الكلام دوت. What are these statements means? اول سؤال بيقول لك ايه معنى الستيتمنت دي؟ لو انت هتحط مصطلح ليها ده يبقى ايه؟ The need of the man are not limited. Are not limited يعني are unlimited. احتياجات الانسان unlimited زي ما قلنا. And we cannot satisfy all of them. وان احنا مش هنقدر نحتاج ان احنا نشبع كل احتياجات الانسان. مين المشكلة دي؟ ليه مشكلة اسمها scarcity of resources اللي هي ندرة الموارد. زي ما قلنا انه resources are not enough but to satisfy all human needs. دي المشكلة دي اسمها يا فندم, دي اسمها scarcity of resources. يبقى دي اول حاجة هنقول الاجابة بتاعتها ايه؟ scarcity of resources. طيب تاني واحد, utilizing as effectively as possible the available scarce resources. استخدام الموارد المتاحة بأفضل طريقة أو بأكفأ طريقة ممكنة. ده اللي هو إيه؟ ده ما قلناهوش في المحاضرة بس بالفهم. ده اللي ممكن نسميه efficiency, الكفاءة. يبقى efficiency معناه إيه؟ utilizing as effectively, بص, as effectively as possible the available scarce resources. ده اللي هو efficiency. رقم ثلاثة, obtaining some goods and services at the cost of the other alternative sacrifice. ان انا احصل على بعض السلع والخدمات مقابل تكلفة. ايه هي التكلفة؟ ان اضحي ببدائل اخرى. فاكرين لما كنا بنرسم على البي بي اف لما اتحرك من نقطة للتانية؟ فاكرين لما كنت بقول لك اتحرك من نقطة ايه لنقطة تانية اسمها النقطة بي؟ فاكرين كان بيحصل ايه؟ فاكرين كنت بنقلل انتاج السلعة اللي فوق اهو. انا لو بتنقل كده, لو السلعة اللي هنا مثلا دي اسمها سلعة اسمها اكس والسلعة تحت اسمها واي, فانا متحرك من النقطة ايه للنقطة واي, من النقطة ايه للنقطة بي, اللي بيحصل انا كده, بصوا يا جماعة, كنت بنتج كمية كبيرة من اكس. لما اتحرك للنقطة بي انتاج اكس بيحصل له ايه؟ بيقل. يبقى بضحي باكس عشان اعمل ايه؟ عشان ازود انتاج واي. بص, كان واي الاول انتاجه هنا, دلوقتي بقى انتاجه ايه؟ انتاجه اكبر بكتير. فانا لما بزود انتاج واي في المقابل بضحي بإكس. ده اللي اسمها ايه؟ دي اللي اسمها opportunity cost, تكلفة الفرصة البديلة. يبقى obtaining some goods and services at the cost of other alternative sacrifice, ده اسمه يا فندم, ده اسمه opportunity cost. يبقى رقم واحد ده اللي هو مين؟ ده اللي هو scarcity of resources. رقم اتنين ده اللي هو مين؟ efficiency. رقم تلاتة اللي هو opportunity cost. والإجابات على فكرة موجودة في السلايد اللي بعدها اهو. اهو شباب, الانسرز بتاع question 1 اهو. اول واحدة, the need of the man are not limited and we cannot satisfy all of them. ده اللي هو scarcity of resources. Utilizing as effectively as possible the available scarcity resources. ده اللي هو efficiency. رقم 3, obtaining some goods and services at the cost of the other alternative sacrifice. ان باخد حاجة في سبيل ان بضحي حاجة تانية. طالما انا بضحي دي اسمها opportunity cost, اللي تكلفة الفرصة البديلة. اوكي, اظن كلام سهل جدا ومش مستواكم, انتوا ما شاء الله عليكم مستواكم ممتاز ممتاز ممتاز. تعالوا بقى نشوف مع بعض في السلايد بعد كده اللي هو بقى ندخل في لب الموضوع. What is public finance? انا عارف ان احنا كنا اتكلمنا على تعريف الديفينيشن بتاع public finance في الجزء الاولاني,
فمفيش مشكلة، احنا كده كده مفيش أي مشكلة خالص ما بين الاتنين ومفيش تعارض بين الاتنين. تعال نشوف الجزء النظري theoretical. What is public finance? Public finance is science concerned with what? Concerned with satisfaction of حاجة اسمها collective wants. ال collective wants أو ال public wants. يعني إيه collective wants أو public wants؟ اللي هي ال wants أو ال goods that are consumed collectively by many people. أهو تعال نشوف مرة تانية مع بعض. Public finance is a science that concerned with satisfaction. ده علم بيهتم بالإشباع بتاع ال collective wants. إيه ال collective wants؟ اللي هي ال public wants، اللي هي ال public goods يعني. يعني إيه public goods أو collective wants؟ هي نفس المسميات، اللي هي which are consumed collectively، بتستهلك بشكل جماعي. By many people at the same time، اللي هي السلع. ده علم بيهتم بال collective أو ال public wants، اللي هي بيتم استهلاكها بشكل جماعي من قبل افراد المجتمع في نفس الوقت. زي ايه؟ زي البابليك وونتس او الكولكتيف وونتس، زي احنا خدنا في الجزء الاول، زي الديفنس ناشونال ديفنس، زي البوليس سيرفيسز او السكيورتي، زي الجاستس العداله. هذيك تعتبر كولكتيف وونتس او بابليك وونتس. تمام، عشان كده احنا لازم نفرق ما بين نوعين من الوونتس، اللي هي الكولكتيف وونتس او البابليك وونتس، ده النوع الاول، والprivate wants ده النوع الثاني. اهو we can differentiate between two types of wants او needs or goods. طبعا لما بنقول كلمة wants هي معناها needs، هي معناها goods. احنا عندنا نوعين من الgoods او needs او wants. الcollective wants او الpublic goods اللي هي بيهتم بيها الpublic finance، والprivate wants او الprivate goods اللي هي ملهاش علاقة بالpublic finance. تمام، تعال نشوف الفرق ما بين الاثنين في السلايد اللي جاي. بس مبدئيا هو لما تيجي تقول لي الساينس which is concerned with collective wants or public goods، اللي هي which are consumed collectively، العلم ده بنسميه ايه؟ بنسميه public finance. public finance is a science concerned with satisfaction of collective wants، satisfaction of public goods اللي هي which are consumed collectively. تعالوا نشوف الفرق ما بين ال collective وال private wants في السلايد اللي جاي. تعالوا نشوف مع بعض. تعالوا نشوف مع بعض اهو الفرق بين الاختلافات ال main differences between public needs. وقلنا ال public needs ممكن نسميها اللي هي ال collective needs او نسميها ال public wants، هي وبين ال private needs. تعال نشوف مع بعض الفرق بين البابليك جودز والبرايفت جودز. طبعا البابليك نيدز اللي هي زي مين؟ اللي هي زي ما اتفقنا كده، زي ناشونال ديفنس، زي ناشونال سيكيورتي اللي هو البوليس، والجاستس. الثلاث حاجات دول يعتبروا كولكتيف نيدز اور كولكتيف جودز اور بابليك جودز اور بابليك نيدز. جميل. طيب لكن البرايفت نيدز اللي هي زي مين؟ زي الفود، زي الدرينكس المشروبات، زي مثلا الكارز، الهاوسنج، كل دي تعتبر الكلوزز، كل دي تعتبر حاجات برايفت نيدز. يبقى البرايفت او الانديفيدوالز نيدز، الاحتياجات الفرديه اللي انت بتستهلكها بشكل فردي، زي مين؟ الفود، الدرينك، الكلوزز، الكارز، الهاوسنج. يبقى ده اول اختلاف ما بين الاثنين دول. ده هتقول لي على الكولكتيف نيدز امثله، زي الثلاث امثله اللي احنا عارفينهم، زي مين الكولكتيف نيدز او البابليك نيدز؟ تقول لي زي البوليس اللي هو السكيورتي، زي الجاستس، زي الناشونال ديفنس. لكن الانديفيدوال او البرايفت نيدز زي مين؟ تقول لي زي الكارز، الفود، الدرينكس، الهاوسنج، الكلوزز. يبقى ده اول اختلاف بين الاثنين. تقول لي امثله على ده وامثله على ده. تاني اختلاف بين الاثنين، مين المسؤول عن اشباع البابليك او الكولكتيف نيدز، ومين المسؤول عن اشباع وتوفير البرايفت او الانديفيدوال نيدز؟ طبعا احنا عارفين مين المسؤول هنا ومين المسؤول هنا. البابليك نيدز او الكولكتيف نيدز مين المسؤول عنهم؟ طبعا اكيد الجوفرمنت، الحكومه. يبقى الجوفرمنت از ريسبونسبل فور ساتيسفاينج بابليك نيدز اور كولكتيف نيدز. الحكومه هي المسؤوله ان هي تعمل لهم ساتيسفاكشن، مش حد تاني. اهو رقم اثنين، جوفرمنت از ريسبونسبل فور ساتيسفاينج ذيس نيدز تو اول سيتيزنز. لازم تتوفر لكل الناس. حتى لو تفتكروا في الجزء الاول قلنا ان الثلاث حاجات دول subject to exclusion ولا non exclusion؟ non exclusion، ما ينفعش نستبعد حد منهم. فعشان كده اقول لك ايه، ال government responsible for satisfying this needs to all citizens، للكل.
we cannot exclude any person from it. تمام؟ لكن الـ private needs الـ individual needs هل دي يا جماعة مسؤولية الحكومة انها توفرها؟ لا، ده مسؤولية مين؟ الـ market system اللي هو supply and demand. يبقى الـ market system provides it بيعمل satisfying للحاجات دي. طبعا الـ market system اللي هو مين؟ اللي هو supply and demand. جميل؟ طب رقم ثلاثة، يا ترى لو احنا اشبعنا البابليك نيدز او الكولكتيف نيدز يبقى احنا عملنا كده ايه؟ يبقى احنا كده هنعمل حاجة اسمها achieve public utility اللي هي منفعة عامة، مصلحة عامة، اللي بنسميها social welfare. تمام؟ رفاهية اجتماعية. يبقى if we satisfy public needs or collective needs then we can achieve public utility or social welfare. لكن الناحية التانية لما نعمل satisfying لل private needs احنا كده عملنا ايه؟ احنا كده we can achieve حاجة اسمها individual welfare. It achieve individual welfare رفاهية الفرد. Private welfare. جميل؟ يبقى مين اللي بيحقق بيعمل achieving لل public utility لل social welfare ال public needs؟ مين اللي بيعمل achieving للـ individual welfare الـ private welfare لما نعمل الـ إيه؟ لما نستهلك الـ private needs أو الـ private goods. أوكي؟ آدي الاختلافات التلاتة بينهم. تعال نشوف معاهم أسئلة على الكلام ده. تعال ما نشوف مع بعض قبل ما ندخل في الأسئلة. طبعًا طالما إن الحكومة اتفقنا إن هي مسؤولة إن هي تعمل إيه؟ إن هي تعمل satisfaction للـ collective needs. طب انا عشان اعمل ساتسفاكشن للكولكتيف نيدز، طب انا كده كحكومه انا في مشكله، اتفقنا ان الريسورسز ار سكارس، في عندنا مشكله اسمها سكارسيتي اوف ريسورسز، مشكله نظره الموارد. فانا بقى كحكومه اقعد اسال نفسي، طب انا المشكله لو انا كان عندي برايفت سيكتور لوحده ما كانش يبقى في مشكله خالص، ليه؟ كنت خدت كل السكارس ريسورسز دي اديتها لمين؟ اديتها للبرايفت سيكتور. لو انا كان عندي بابليك سيكتور بس اللي هو قطاع الحكومه مش هيبقى عندي مشكلة، ليه؟ كنت خدت كل الـ available resources اديتها للـ public sector. المشكلة إن أنا عندي قطاعين public و private، فأنا كحكومة face a big problem. How we can allocate, how we can divide available and scarce resources between public and private sector. إزاي أخصص الموارد، أوزع الموارد بين الـ public والـ private sector. أدي قد إيه من الموارد للـ public sector وقد إيه من الموارد للـ private sector. والحكومة عندها مشكلة تانية، طب جوه البابليك سيكتور، جوه القطاع الحكومي، يا ترى الريسورسز اللي هديها للبابليك سيكتور اوزعها اعمل لها اللوكيتنج انسايد ذا بابليك سيكتور ازاي؟ يعني يا ترى ادي قد ايه من الموارد للديفنس، وقد ايه من الموارد للبوليس سيرفيسز، وقد ايه من الموارد للجاستس، وقد ايه من الموارد للبابليك هيلث، وقد ايه من الموارد للبابليك اديوكيشن. المشكلة دي بنسميها ايه؟ بنسميها مشكلة الـ allocation of resources اللي هو تخصيص الموارد. يبقى نقول اهو government face the problem of how to divide، ازاي نقسم الـ available resources الموارد المتاحة between الـ public and private sector. وفي مشكلة تانية، طب و inside الـ public sector بتاعي كحكومة how we can allocate the available resources اهو، and also how to allocate resources inside public sector. المشكله دي نسميها ايه؟ allocation of resources. يبقى لو جالك definition او جالك complete في اي امتحان وقال لك problem government face a problem of how to divide available resources between public and private sector and also how to allocate resources inside public sector، المشكله دي نسميها ايه؟ بنسميها allocation of resources. اوكي؟ اللي هي تخصيص الموارد. تمام؟ طيب تعالى ما نشوف اللي بعد كده اللي هو، طب تعالى نشوف الفيلد اوف بابليك فاينانس، ده اللي هو العنوان التايتل بتاع الايه؟ بتاع الشابتر. اتفقنا ان البابليك فاينانس مهتم بايه؟ مهتم بيه اللي هو لسه شايفين في السلايد اللي فاتت او اللي قبلها. Satisfaction is a science concerned with satisfaction of collective wants. طب مين المسؤول عن ان هو يعمل satisfaction للcollective wants؟ شفنا في المقارنه اللي في السلايد اللي فاتت المسؤول عن ان يعمل satisfaction of collective wants to all individuals in the society هي مين؟ هي الجفرمنت. فالحكومه بقى يبقى البابليك فاينانس مهتم بنشاط الحكومه، ونشاط الحكومه الجفرمنت اكتيفيتيز، انا مهتم تحديدا بالفاينانشال جفرمنت اكتيفيتيز. والفاينانشال جفرمنت اكتيفيتيز ماليه الحكومه بتنقسم جزئين زي ما خدنا في الجزء الاول. الجزء الاولاني اللي هو عباره عن الجفرمنت اكسبندتشرز نفقات الحكومه، والجزء الثاني اللي هو مرتبط بالجفرمنت ريفينيوز اللي هو ايرادات الحكومه. يبقى الماليه العامه عبارة عن الـ science which study which analyze both sides of government financial activities.
العلم اللي بيركز على دراسة وتحليل جانبين both sides، الجانبين بتوع الـ government financial activities. هما إيه الجانبين بتوع النشاط الحكومي، النشاط المالي للحكومة؟ جانب النفقات الـ expenditures، وجانب الإيرادات اللي هو الـ revenues. أوكي؟ يبقى الـ field of public finance هو إيه؟ is studying and analyzing. is a studying and analyzing is a studying and analyzing both sides of the government financial activities اللي هم ايه اللي هم expenditures and revenues. على فكره جات سؤال قبل كده في امتحان اكمل كان جاي كده قال لهم the field of public finance is studying and analyzing both sides of the government financial activities which is blah and blah اكمل واكمل which is expenditures and revenues. Okay. يبقى أو ممكن يقول لك the field of public finance is studying and analyzing both sides of the ويقول لك أكمل both sides of the government financial activities. إن أنا بدرس وبحلل الجانبين بتوع النشاط المالي للحكومة اللي هما الـ expenditures and revenues. افتكر كويس جدا الكلمتين دول عشان هيفرقوا معانا بعد كده في أسئلة كتيرة. تمام؟ تعالى نشوف اللي بعد كده، تعالى نشوف قال لي ايه اول سؤال، اسئله صح وغلط على الكلام ده، justify why you agree or disagree. طبعا انت كده كده في امتحان الميد تيرم هيجي في صوره اسئله ام سي كيو صح وغلط، فمش هيجي لك في justifying خالص يعني. needs such as defense, security and food can be considered collective goods. هل دي يا جماعه collective يعني public goods؟ سؤال. الديفنس اه collective، دي حاجة تعتبر collective public goods. السكيورتي اه collective، لكن هل الفود collective؟ لا. ارجع لكده للمقارنة اللي كانت في الصفحة اللي قبلها اللي من تو سلايدز فاتوا، هتلاقي ان الفود ما تعتبرش collective، دي تعتبر ايه؟ تعتبر individual good، تعتبر individual او private good مش collective good. يبقى كلمة food تخلي الجملة دي جملة ايه؟ تخلي الجملة دي جملة غلط اهو. ادي disagree. اوكي، لانه ال food is considered private good مش collective good. طب السؤال الثاني، the collective needs، collective needs اللي هي الحاجات الجماعيه اللي هي public goods يعني، can be satisfied through the market system. سؤال، هل يا جماعه ال collective needs زي defense زي security زي justice can be satisfied through market system؟ اقول له الكلام ده كلام غلط. ليه؟ لان دي cannot be satisfied through market system. اللي ممكن نعمل لها satisfaction في الماركت سيستم هي مين؟ هي الـ private goods. تمام؟ لكن الـ collective needs cannot be satisfied through market system. عشان كده مين اللي بيعمل لها satisfaction؟ government، الحكومة، مش الماركت سيستم. يبقى الجملة دي جملة غلط. طب الجملة الثالثة، government sector اللي هو الـ public sector اللي هو الحكومة is responsible for providing all types of goods and services to citizens. سؤال، هل يا جماعة الحكومة مسؤولة عن انها تعمل provision satisfaction providing لل all types of goods and services؟ لا، الحكومة مسؤولة بس انها تعمل providing للايه؟ للكولكتيف، للكولكتيف. ارجع للمقارنة اللي كانت من في سلايدز من ثلاثة او تو سلايدز فاتت، الحكومة مسؤولة بس انها تعمل providing للكولكتيف goods، لكنها مش مسؤولة انها تعمل بروفايدنج للانديفيدوال للبرايفت جودز. البرايفت جودز مين اللي بيعمل لها ساتسفاكشن بروفايدنج؟ الماركت سيستم مش الحكومة. يبقى خلي بالك كلمة all types، لا، الحكومة بس مسؤولة عن الكولكتيف جودز اللي هي زي الديفنس البوليس الجاستس، لكنها مش مسؤولة عن الفود والدرينكس والكارز اللي هي تعتبر حاجات برايفت، دي مسؤولة عنها الماركت سيستم. اوكي، بعد كده اهو رقم اربعة بيقول satisfying the collective needs اللي هو اشباع ال collective needs اللي هو ال public goods will lead to achieve private welfare. هل يا جماعه لما نعمل اشباع لل collective needs هيعمل lead to achieve private welfare؟ غلط. lead to achieve public welfare او اللي بنسميها اللي احنا اتفقنا عليها اسمها ايه؟ كانت اسمها ال public utility او social utility. تمام؟ منفعه اجتماعيه لكنها او social welfare مش private welfare. تمام؟ أو public welfare أو social welfare. The rational economic problem is a problem of scarcity of money. هل يا جماعة المشكلة الاقتصادية، مشكلة الاقتصاد هي مشكلة scarcity of money؟ قلنا لا، مش مشكلة الماني، أمال مشكلة إيه؟ scarcity of resources. resources are not enough.
to produce all goods and services. يبقى المشكلة مش مشكلة money as we can print more money. أما المشكلة كانت في إيه؟ قلنا قبل كده هي scarcity of resources not money. أوكي؟ أو هي السؤال يقول لك the economic problem is considered a problem of scarcity of financial resources. financial resources اللي هي الموارد المالية اللي هي money برضه. برضه أقول له الكلام ده كلام إيه؟ غلط. أمال هي إيه؟ is a problem of scarcity of resources. scarcity of resources. طب السؤال اللي بعد كده public finance is particularly concerned with the satisfaction of collective wants. هل يا جماعه ال public finance concerned with satisfaction of collective wants؟ اه صح، ده هو ده اصلا ال definition بتاعه. public finance is a science which is concerned with satisfaction of collective wants اللي هي collective goods and services which are consumed collectively by many people at the same time. اللي بيتم استهلاكها من خلال many people at the same time في نفس الوقت. الجملة دي جملة صحيحة طبعا. The economic problem is relation to government can be summarized in how to allocate resources in the public sector. هل يا جماعة فاكرين لما قلت لك السلايد اللي كان فيها allocation of resources؟ لما قلت لك اللي هي تخصيص الموارد، هل المشكلة إنه أنا how to allocate resources in public sector؟ لا، أقول له الكلام ده كلام غلط، ليه بقى؟ أقول له مشكلة الـ allocation of resources ليها جزئين، الجزء الأولاني هو إيه؟ is how to divide available resources between public and private sector، يبقى الجزء الأول اللي هو how we can divide أهو how we can divide available resources between public and private sector، والجزء الثاني إيه؟ وجوه الـ public sector how resources can be allocated inside the public sector أو and how to allocate resources inside the public sector. يبقى المشكلة كأنها لها شقين، شق ازاي اوزع الموارد اخصص الموارد بين البابليك والبرايفت، وجوه البابليك ازاي اوزع الموارد جوه البابليك سيكتور بين القطاعات المختلفة بين التعليم والصحة والديفنس والبوليس وخلافه. جميل، يبقى هو لما اقول لك how to allocate resources in public sector غلط، امال ايه؟ how to allocate resources between public and private sector and also how to allocate resources inside the public sector. هو هنا ركز على الجزء الثاني بس، ما قالش الجزء الاولاني. السؤال اللي بعد كده public finance is a field of economics. فعلا هو يعتبر احد مجالات الاقتصاد، field of economics studies the alternatives means of financing government activities. فعلا على فكره هو ده علم الماليه العامه، بيدور على alternatives means اللي هي الوسائل البديله to finance government activities عشان نمول أنشطة الحكومة. قلنا is a field of economics studying and analyzing لو تفتكروا both sides of government financial activities. اللي هم ايه both sides of government financial activities؟ ايه هم الجانبين بتوع financial government activities؟ قلنا اللي هم مين؟ expenditures and revenues. الجملة دي جملة صحيحة على فكرة، الجملة دي 8 صحيحة. تمام، تعال نشوف اللي بعد كده. اللي بعد كده سؤال complete بيقول لي public finance is particularly concerned with the satisfaction of، تفتكروا satisfaction of ايه؟ ارجعوا كده لل definition بتاع public finance is particularly concerned with the satisfaction of collective needs. اهو يبقى تقول لي كده ايه؟ هنكتب هنا هما مالين ايه؟ عشان ده مش متجاوب عليه، خلي بالنا في ايه في دوت. فلما حضرتك تاخد السلايدز بتاعت المحاضره تقول لي of satisfaction of collective needs. of collective needs. collective needs او collective wants اللي هي public goods. اللي هم زي مين collective needs؟ قلنا زي defense، زي police services اللي هو security، وزي justice. تمام؟ satisfaction of collective wants. يبقى ده اول واحدة. اتنين the field of public finance is studying and analyzing both sides of the government financial activities. اللي هم ايه؟ اللي هم both sides of government financial activities. احنا قلنا ان جانبي ميزانيه الحكومه اللي هم ايه؟ هتقوم لي اللي هم اول جانب expenditures اهو، هنقوم قايلين هنا expenditures اهو expenditures expenditures and revenues اهو expenditures ده في واحد expenditures and revenues. revenues اللي هو ايرادات ونفقات and
revenues. revenues اللي هو الإيرادات الحكومية. revenues US revenues. يبقى نقول government activities, financial activities اللي هو expenditures and revenues. تمام. the real economic problem is that of apply possible the available resources. على فكرة ده definition بتاع efficiency اللي كان موجود في الأول. the real economic problem is that of utilizing as effectively as possible the available scarce resource. the available scarce resources. ازاي نقدر نستغل ال available scarce resources as effectively as possible. أو is that of utilizing as effectively as possible the available scarce resources. ارجع للديفينيشن بتاع كان في سؤال اول سؤال في محاضرة النهاردة بتاع الستيتمنت كان اخر سؤال فيهم اللي هو بتاع الافيشنسي على ما اعتقد او تاني سؤال utilizing as effectively as possible the available scarce resources. تمام. ادي سؤال question 3. تعالى بقى نشوف مع بعض اللي هي الميكسد ايكونومي. طبعا الميكسد ايكونومي احنا عارفين ان في الميكسد ايكونومي احنا خدنا قبل كده ان احنا بنتكلم على ان ده اقتصاد بيتكون من قطاعين، قطاع اللي هو البرايفت سيكتور والبابليك سيكتور الاثنين مع بعض، يعني ده البرايفت والبابليك الاثنين بيشتغلوا مع بعض، مفيش قطاع مستقل عن القطاع الثاني، يعني في قطاع حكومي وفي قطاع خاص الاثنين شغالين مع بعض. فعشان كده دايما نقول ايه الميكسد ايكونومي public and private sector are complementary to each other. are complementary to each other يعني مكملين لبعضهم البعض. في حاجات بيعملها البابليك سيكتور وفي حاجات بيعملها البرايفت سيكتور. مش كل حاجة بيعملها البابليك ومش كل حاجة بيعملها البرايفت. الاتنين مالهم both public and private sector are complementary to each other. عشان كده في جملة دايما نقول ايه؟ انه الميكسد ايكونومي هو ده المودرن ايكونومي. اغلب دول العالم دلوقتي في العصر الحالي اللي هي تعتبر مودرن ايكونومي شكلها ايه؟ مش كابيتالست ولا سوشيالست، امال ايه؟ هي ميكسد ايكونومي. ميكسد ايكونومي يعني وي هاف بوث بابليك اند برايفت سيكتور. يبقى دايما لما نيجي نقول ميكسد ايكونومي اللي هو ايه؟ الميكسد ايكونومي بوث بابليك اند برايفت سيكتور ار كومبلمنتري تو ايتش اذر. اوكي اند ذيس از وان سنس ان ذا مودرن ايكونومي، وده اللي بيميز الاقتصاد الحديث المودرن ايكونومي. يبقى معظم الدول في المودرن ايكونومي مش كابيتالست ولا سوشيالست، امال ايه؟ هي ميكسد ايكونومي. طب في جمله مشهوره جدا بنقولها وخلي بالك من الجمله دي عشان بتتكرر كتير في الامتحانات اللي هي مرتبطه بفكره الميكسد ايكونومي. احنا قلنا في الميكسد ايكونومي بوست بابليك اند برايفت ار مالهم كومبلمنتري تو ايتش اذر، تمام؟ مكملين لبعضهم البعض، انتردبندنت تو ايتش اذر، انتردبندنت هي كومبلمنتري مكملين لبعضهم البعض. فاحنا دايما نقول ايه؟ اكشنز ان برايفت سيكتور bring responses from public or government sector. الاكشنز اللي بتحصل في البرايفت سيكتور لو حصل اي فعل في البرايفت سيكتور هتلاقي ان البابليك سيكتور او الجفرمنت سيكتور ماله بيستجيب للاكشن ده على طول. فاي فعل في البرايفت سيكتور بيجيب استجابه بيجيب رد فعل في البابليك سيكتور. اديني مثال اهو. بصوا يا جماعه activities or actions in the private sector bring responses from the public sector. give me example. اديني مثال. هدي لحضرتك مثال. افرض ان انت مثلا في ازمه كورونا الاخيره ان البرايفت سيكتور اخد قرار انه to fire some workers، انه خد قرار بفصل بعض العمال. هل الحكومه هتسكت؟ لا، الحكومه بتعمل ايه؟ بتاخد في الحاله دي this will bring responses from the government. هيجذب هيعمل بعض الاستجابه من جانب الحكومه. ايه استجابه الحكومه؟ In this case, government will increase pensions. الحكومة هتزود المعاشات اللي هم اهو بيقول لك if the private sector fire some workers، لو القطاع الخاص فصل بعض العمال. This will increase the unemployment. طبعا ده هيزود مستويات البطالة اللي في البلد. الحكومة هتعمل ايه؟ الحكومة هتستجيب، هيحصل response من الحكومة. استجابة الحكومة the government will increase pensions. الحكومة هتزود المعاشات. أو إن الـ government will increase subsidies to unemployment، ان الحكومه هتزود الايه اللي هي اعانه البطاله. subsidies to unemployment اعانات البطاله. جميل. يبقى مره ثانيه في الميكسد ايكونومي مين اللي موجود؟ قطاع خاص بس؟ لا. قطاع عام بس؟ لا. بنقول ايه؟ both public and private sector are complementary to each other. اوكي الاثنين مكملين لبعض.
طب والاقتصاد المودرن يعتبر ايه؟ مش كابيتالست ولا سوشيالست، امال يعتبر ايه؟ يعتبر ميكسد. عشان كده بيقول لي and this is one sense in the modern economy. في الاقتصاد المودرن هنلاقي ان both public and private are complementary to each other. واتفقنا انه الاكتيفيتيز الاكشنز اللي بتحصل في البرايفت سيكتور bring responses from public sector، وخدنا مثال اهو activities in the private sector bring responses from the public sector. واتفقنا مثال لدوت، خلي بالك من المثال ده كويس جدا، هنقول if the private sector fire some workers this will increase the unemployment. The action will be from the government. In this case government will increase the pensions and government will increase the subsidies to unemployment. تمام؟ تعالى بقى نشوف مع بعض اللي هو الـ activities of government sector. احنا بنتكلم على انه الحكومة بتكون موجودة في الميكسد ايكونومي، تمام؟ بتكون مكملة للبرايفت سيكتور، قلنا بوث public اللي هو الجفرمنت سيكتور والبرايفت سيكتور are complementary to each other، مكملين لبعضهم البعض. طب السؤال what is the main activities of the government sector؟ يا ترى ايه الأنشطة الأساسية الأكتيفيتيز بتاعت الحكومة؟ بص يا جماعة، الحكومة هي الحكومة بتعمل ايه؟ كلنا عارفين الحكومة أول حاجة بتعمل imposing taxation and giving subsidies. أهو الحكومة بتفرض علينا الضرايب، وجزء من الضرايب اللي بتفرضها علينا بتديها في صورة subsidies، ممكن تكون subsidies to poor people، subsidies to unemployment وخلافه. يبقى أول حاجة بتعملها الحكومة بتعمل إيه؟ imposing taxation and giving subsidies. تاني حاجة الحكومة بتعمل إيه؟ الحكومة بتعمل بتتاجر وبتصنع زي private sector على فكرة، اللي هو engaging in trade and production. الحكومة بتعمل تجارة trade وبتعمل production، بتعمل انتاج، تمام؟ في حاجات كتيرة بنشتريها من الحكومة اهو ده trade، وفي حاجات الحكومة بتصنعها بتعمل production. تالت حاجة الحكومة بتعملها، الحكومة زيها زيك بتشتري سلع وخدمات، فبنقول purchasing goods and services. الحكومة بتشتري سلع وخدمات، الحكومة زي بالظبط كده انت بتتعلم في جامعة حكومية، الحكومة بتشتري سبورة، بتشتري عمال يشتغلوا عندها، بتشتري goods and services، بتشتري land عشان تعمل عليها اسم شرطة وخلافه. يبقى purchasing goods and services. رابع حاجة الحكومة زيها زيك بتمتلك، وبعض الأحيان ممتلكاتها دي بتأجرها الناس، فبتعمل collecting rent، فبنقول owning property and collecting rent. owning property اللي هي ان بتمتلك، الحكومة بتمتلك عندها ممتلكات property، وساعات بتعمل collecting rent لما بتأجر ممتلكاتها. الحاجة اللي بعد كده الحكومة بتعمل ايه؟ الحكومة احيانا بتزنق، بتبقى عليها فلوس، الميزانية بتاعتها بتعجز، فبتعمل ايه؟ issuing bonds. bonds اللي هي سندات، اللي هي بتبقى ديون على الحكومة، ورقة بتطبعها الحكومة، ناس بتشتريها او شركات بتشتريها وبنوك بتشتريها اللي هي البوندز، وفي المقابل الحكومة بتدفع عليها فوائد. يبقى نقول issuing bonds in which interest is paid، اهو ان الحكومة بتصدر سندات اللي الحكومة بتدفع عليها فوائد which interest is paid. and finally او بعد كده الحكومة بتعمل borrowing ولندنج. borrowing and lending يعني بتسلف وبتستلف، sums of money يعني بتسلف وبتستلف مبالغ من الفلوس، زيها زيك بالظبط، يبقى نقول borrowing and lending sums of money. and finally making and receiving grants. الحكومة بتدي وبتستلم اعانات، بتدي اعانات للخارج وبتستلم اعانات من الخارج، تمام؟ يبقى دول السبع الاكتيفيتيز الاساسيه اللي بتعملها الحكومه في اي دوله في العالم. اهو الحكومه بتعمل ايه؟ زي ما قلنا imposing taxation and giving subsidies، engaging in trade and production، purchasing goods and services، owning property and collecting rent، issuing bonds on which interest is paid، borrowing and lending sums of money، and finally making and receiving grants. ده اللي انت شفته ده اسمه ايه؟ ده المين اكتيفيتيز اوف ذا جفرمنت سيكتور. خلي بالنا عشان السلايد اللي جايه هتلاقينا بنتكلم بقى على حاجه اسمها السوشيال اند ايكونوميك اوبجكتيفز اوف ذا جفرمنت، الاهداف الاقتصاديه والاجتماعيه للحكومه. طبعا الحكومه اهدافها الاقتصاديه والاجتماعيه هي ايه؟ هنعرف بقى في السلايد اللي جايه ان الاوبجكتيفز بتاعت الحكومه بعضها اقتصادي بعضها اجتماعي. زي ايه الاوبجكتيفز بتاعت الحكومه؟ the provision of public goods and services. مش احنا خدنا في الجزء العملي الاولاني ان الحكومة بتوفر ال public goods and services زي ال defense زي ال police زي ال justice. يبقى دي اول
اول حاجه هنشوفها في السلايد اللي جايه اللي هي provision of public goods and services. ده الاوبجكتيف الاول للحكومه. الحكومه هدف اساسي ليها انها تعمل provision للpublic goods and services. هنلاقي ان الحكومه بتعمل حاجات مرتبطه ب steady value of money او stable value of money اللي هو قيمه، عايزين نحافظ على قيمه النقود العمله المحليه. stable value of money عايزين قيمه الجنيه المصري يفضل stable، يفضل مستقر، ما يحصلش ليه انهيار. فاي دوله في العالم بتعمل ده يبقى stable value of money. نقول steady growth in the nation output from year to year. يعني ايه steady growth؟ اللي هو نحافظ على معدل النمو يكون مستقر، steady، يكون مستديم من سنه لاخرى. احنا عايزين نخلي معدل النمو في الاقتصاد بتاعنا يكون ثابت من سنه للتانيه او مستقر من سنه للتانيه، بلاش نقول انه ثابت، مستقر او بيزيد من سنه للتانيه. رقم اربعه احنا عايزين نعمل equitable distribution of income and wealth اللي هو توزيع عادل للدخل والثروه. equitable distribution of income and wealth اللي هو توزيع عادل للدخل والثروه. وخلافها من الاهداف اللي هنشوفها في السلايد اللي جايه ان شاء الله. اهو يا شباب هنلاقي ان احنا عندنا what are the economic and social objectives of the government. هنلاقي ان اول حاجه provision of public goods and services. الحكومه مسؤوله قدام الشعب بتاعها، اول objective الحكومه بتهدف ليه ان هي تعمل بروفيجن للبابليك جودز اند سيرفيسز زي الديفنس، زي البوليس وخلافه. طبعا احنا عايزين نعمل فول امبلويمنت اوف ريسورسز. فول امبلويمنت اوف ريسورسز اللي هو الموارد المتاحه الحكومه هدف اساسي ليها ان تعملها فول امبلويمنت، استغلال كامل اهو. فول امبلويمنت اوف ريسورسز. عايزين نعمل زي ما قلنا ستيبل فاليو اوف ماني. ستيبل فاليو اوف ماني ان قيمه النقود العمله المحليه تكون ستيبل، تكون مستقره. steady growth. steady growth in the nation output from year to year. احنا عايزين انه يكون الاوتبوت الجي دي بي بتاع النيشن يكون في growth ويكون steady، يكون مستقر من سنه للتانيه. عايزين نعمل equitable distribution و satisfactory balance of payment. balance of payment اللي هو ايه؟ اللي هو ميزان المدفوعات. حضراتكم عارفين ميزان المدفوعات اللي هو الصادرات والواردات. فانا عايز يكون في بالانس اوف بيمنت، توازن في ميزان المدفوعات. احنا للاسف اغلب الدول الناميه بتكون الصادرات بتاعتها قليله وارداتها كتيره، فاحنا عايزين نعمل توازن بين الاثنين، نزود الصادرات بحيث تقترب وتعادل ان لم تكن تتجاوز وتزيد عن الواردات. equitable distribution of income and wealth اللي هو توزيع عادل للدخل والثروه، في فجوه بين الاغنياء والفقراء. we need the gap between poor and rich to decrease، ان نقلل الجاب between poor and rich. فعشان كده عايزين نعمل equitable distribution. تمام. واخر حاجه ان يكون مستوى المعيشه بتاع الناس يكون مقبول اهو. a minimum standard of individuals welfare. يعني ايه؟ يعني حد ادنى من ال individual welfare اللي هي رفاهيه الافراد، مستوى معيشه الناس. minimum standard. سبع حاجات دول بنسميهم ايه؟ دول يطلق عليهم economic and social objectives. الحكومه مسؤولة انها تعمل provision of public goods and services، تعمل full employment of resources، stable value of money، steady growth in the nation output from year to year، satisfactory balance of payment، equitable distribution of income and wealth، minimum standard of individual welfare. دول مين؟ دول ال economic and social objectives. خلي بالنا دول سبعة. في السلايد اللي فاتت، في السلايد اللي فات كان عندنا سبعه برضه، بس ما كناش بنقول عليهم اوبجكتيفز، كنا بنقول عليهم ايه؟ مين اكتيفيتيز اوف ذا جفرمنت سيكتور. ايه هما الاكتيفيتيز بتاعت الجفرمنت سيكتور؟ فاكرين كان السبعه كانوا ايه؟ فحد فاكر؟ كنا بنقول اول حاجه ان الحكومه تعمل imposing taxation and giving subsidies. دي كانت اول حاجه. فاكرين تاني حاجه؟ engaging in trade and production. كنا بنقول ان الحكومه تعمل مطلوب من الحكومه ان هي تعمل كنا بنقول مطلوب من الحكومه ان هي زيك purchasing goods and services، بتشتري سلع وخدمات زيك. owning property and collecting rent، issuing bonds on which interest is paid، الحكومه تسلف وتستلف. borrowing and lending sums of money. وكان اخر اكتيفيتي بتعمل الحكومه making and receiving grants. ده اللي فات، ده السلايد اللي فاتت، دول الاكتيفيتيز. اما دول السوشيال والايكونوميك اوبجكتيفز. تمام. تعالى بقى نشوف اسئله صح وغلط على الكلام اللي فات دوت، اهو برضه عشان نربط الاسئله بالايه، بالكلام النظري. activities in the private sector bring responses from the public sector. الكلام ده كلام صح. مش قلنا احنا في الميكسد ايكونومي
both public and private sector are complementary to each other، مكملين لبعضهم البعض. واتفقنا ايه؟ ان activities في private sector اللي بيحصل في القطاع الخاص bring responses from the public sector. وقلنا مثال، حد فاكر المثال؟ لما قلنا if private sector fire some workers this will increase unemployment، قلنا ايه الريسبونس اللي هيحصل من الحكومة؟ in this case government will increase pensions will increase subsidies to unemployment. اهو الجملة دي جملة صحيحة مليون في المية. اوكي الجملة دي جملة صحيحة مليون في المية. تمام، الجملة دي جملة صحيحة مليون في المية. طب تعال نشوف الجملة التانية. public and private sector are interdependent. interdependent يعني ايه؟ يعني complementary. الجملة دي جملة صحيحة. ده فين يا فندم؟ في الميكسد ايكونومي. فان ميكسد ايكونومي الجملة دي جملة صحيحة. الميكسد ايكونومي both public and private sector are interdependent are complementary to each other. الاتنين بيكملوا لبعض. اهو in the mixed economy public and private sector are complementary to each other. الجملة دي جملة صحيحة مليون في المية. تعالى بقى نشوف مع بعض يا شباب الايه اللي هو اول موديل هنتكلم فيه النهارده مع بعض في الجزء دوت الشابتر دوت، هو حاجه اسمها الكلاسيكال ليزيس فير موديل. الكلاسيكال ليزيس فير موديل اللي هو الفري ماركت سيستم. الفري ماركت سيستم اللي هو فكره ايه؟ ان هم معتمدين ان كل حاجه يقدر يعملها القطاع الخاص. يقدر يعملها القطاع الخاص اللي هو الماركت سيستم اللي هو السبلاي اند ديماند. ان هم معتقدين ان السبلاي اند ديماند يقدروا يحققوا معظم الوظائف الاساسيه الموجوده في المجتمع، وبالتالي من خلال الآلية دي نقدر نحدد الكوانتيتي، تمام، ونقدر نحدد البرايس بتاع أي سلعة أو أي خدمة في المجتمع من غير ما يكون في دور للدولة. هم الود الليزيس فير موديل إن كل حاجة تكون في إيد مين؟ تكون في إيد الفري ماركت سيستم اللي هو البرايفت سيكتور. فإحنا هنتكلم مع بعض في النسيسيتي أوف ذا بابليك سيكتور بيفور 1930 اللي هو الجريت ديبريشن. يا ترى ايه هي ضروره واهميه البابليك سيكتور اللي هو القطاع العام الحكومه قبل ازمه الكساد العظيم الجريت ديبريشن؟ بصوا يا جماعه، قبل ازمه الكساد العظيم الجريت ديبريشن كان النموذج اللي موجود في الفتره دي والنظريه المطبقه كان نموذج اسمه الكلاسيكال ليزيس فير موديل او الفري ماركت سيستم. طبعا وفقا للكلاسيكال ليزيس فير موديل او الفري ماركت سيستم، هما شايفين انه most economic functions اغلب الوظائف الاقتصاديه are better left to the private sector. هما كل اعتماد الليجيستور موديل والفري ماركت سيستم على مين؟ مش على البابليك لكن على البرايفت سيكتور. كل اعتمادهم على البرايفت سيكتور، فهم اعتمادهم الاساسي على البرايفت سيكتور مش البابليك سيكتور. هما شايفين ان البرايفت سيكتور ده حاجه يعني هو ده ان افضل قطاع ممكن يتولى اغلب الانشطه الاقتصاديه. فقولوا ذا موست ايكونوميك فانكشنز، اغلب الوظائف الاقتصاديه ار بيتر ليفت تو ذا برايفت سيكتور. فنقول ذيس موديل، الموديل ده اللي هو ليزيستير موديل بريفير برايفت سيكتور. مين اللي حط الموديل ده؟ اللي حط الموديل دوت في القرن ال 18 والقرن ال 19 اثنين علماء كبار جدا في مجال الاقتصاد اللي هم بيطلق عليهم الاقتصاديين الكلاسيك، اللي هو واحد اسمه ادم سميث واتكلمنا عليه قبل كده، وديفيد ريكاردو. فادم سميث وديفيد ريكاردو هم الايه الاساس بتوع الكلاسيكال ليزيس فير موديل، النموذج بتاع الليزيس فير موديل اللي هو النظريه الكلاسيكيه او الفري ماركت سيستم. تمام، والكلاسيكال ليزيس فير موديل ده قائم على اربع افتراضات اساسيه. وي هاف فور مين اسامبشنز. تعال نشوف مع بعض ايه الاسامبشنز بتاعت الكلاسيكال ليزيس فير موديل اللي هو الفري ماركت سيستم، اللي مين اللي حطه؟ اللي هو الاساس اللي حطه كان واحد اسمه ادم سميث وديفيد ريكاردو. اتحطت امتى؟ في القرن ال 18 وفي القرن ال 19. وده كان موجود لغايه امتى؟ كان موجود لغايه 1930 اللي هو بيفور ذا جريت ديبريشن. تمام، مين القطاع المفضل في الكلاسيكال ليزيس فير موديل؟ البرايفت ولا البابليك سيكتور؟ البرايفت سيكتور. البرايفت سيكتور هو ده يعتبر ايه؟ القطاع المفضل. This model prefer private sector. واتفقنا انه the most economic functions are better left to the وفقا للموديل ده الافضل نسيبها لمين؟ للبرايفت؟ لا، ولا البابليك؟ نسيبها للبرايفت سيكتور. The most economic functions are better left to the private sector. تعال نشوف مع بعض ايه هي الاسامبشنز بتاعت الكلاسيكال ليزيس فير موديل وبيشتغل ازاي. تعالى نشوف مع بعض اهوت according to the classical laissez faire model. وقل الكلاسيكال laissez faire model زي ما قلنا قبل كده ان the most economic functions are better left to the private sector، ان الافضل ان احنا نسيب اغلب الوظائف الاقتصاديه للبرايفت سيكتور. this model زي ما قلنا prefer public or private؟ prefer public، no prefer private sector، بيفضل private sector.
مين اللي حط الكلاسيكال ليزيس فير موديل؟ هنقول ذا كلاسيكال ايكونومستس في القرن ال 18 والقرن ال 19 اللي هم ادم سميث وديفيد ريكاردو، هم اللي وضعوا حجر الاساس للكلاسيكال ليزيس فير موديل. والكلاسيكال ليزيس فير موديل قائم على فور مين اسامبشنز، على اربع افتراضات اساسيه. ايه هم؟ الافتراض الاول انه الفري ماركت سيستم، الفري كابيتال سيستم اللي هو ما فيهوش حكومه، اللي كل حاجه قطاع خاص اللي هو برايفت سيكتور، هاز سيلف انسنتيفز، عنده يعني حافز تلقائي، حافز داخلي من نفسه من غير تدخل من جانب حد، من غير ما نحتاج حكومه، هاز سيلف انسنتيفز تو اتشيف ماكسيمم افيشنسي ان ذا يوز اوف ريسورسز. هم اعتقدوا ان البرايفت سيكتور كان اتشيف ماكسيمم افيشنسي ان ذا يوز اوف ريسورسز، وده من خلال سيلف انسنتيفز من غير تدخل من جانب الحكومه، ان القطاع الخاص يقدر يحقق الماكسيمم افيشنسي، الكفاءه القصوى في استخدام الموارد. رقم اثنين، هم اعتقدوا ان في ناتشرال لو، الناتشرال لو قانون طبيعي بيخلي دايما الكابيتالست سيستم بروديوس ايكونوميك بروجريس، انه اعتقدوا ان الكابيتالست سيستم اللي هو الفري ماركت سيستم اللي هو البرايفت سيكتور اوبريتد بيشتغل اكوردنج تو ناتشرال لو، بيشتغل وفقا لقانون طبيعي اللي هو فكره سبلاي وديماند. سبلاي وديماند انه دايما السبلاي بيساوي الديماند، وان لو مش بيساوي بعض بيبقى فتره مؤقته، لكن بعد فتره بشكل ناتشرال بشكل طبيعي بدون تدخل حد هيرجع التوازن تاني في الماركت بين سبلاي اند ديماند. اوكي، يبقى نقول الكابيتال سيستم اللي هو الفري ماركت اللي هو البرايفت سيكتور از اوبريتنج اكوردنج تو ناتشرال لو اند باي هيز اون، وبنفسه من تلقاء نفسه، and it would produce economic progress، وانه هيقدر يحقق النمو الاقتصادي، يعني مش محتاجين تدخل الدوله، يعني كل حاجه بتحصل من خلال مين؟ من خلال البرايفت سيكتور، ما اتكلمناش خالص على بابليك سيكتور. كمان انه الافتراض الثالث اللي قايم عليها فكره الكلاسيكال ليزيس فير موديل، ان مصلحه المجتمع، مصلحه المجتمع الانترست بتاعه الكوميونتي بتساوي ايه؟ بتساوي مجموع مصالح افراد المجتمع، يعني مصلحه شخص ايه زائد مصلحه الشخص بتاع بي زائد مصلحة الشخص بتاعت سي زائد مصلحة الشخص دي وهكذا. لما نجمع مصالح أفراد المجتمع يطلع لي إيه؟ يطلع لي المصلحة بتاعت المجتمع ككل. فأقول لك the interest of the community، مصلحة المجتمع is the sum، هي مجموعة of the interest of its members individual members، إن لما نجمع ال interest بتاع ال individual members أعضاء المجتمع هنوصل في الاخر مجموعهم يدينا ايه؟ يدينا الانترست اوف ذا كوميونتي. يعني من الاخر كده بقول لك ايه؟ ان لو كل فرد حقق مصلحته الخاصه وحاول يعظم مصلحته الخاصه، فده بيعظم مصلحته ايه؟ وبي بيعظم مصلحته، وسي بيعظم مصلحته، ودي بيعظم مصلحته. فلما نجمع المصالح اللي هي تم تعظيمها من ايه وبي وسي ودي واي وخلافه لكل افراد المجتمع، هنوصل للانترست بتاعت الكوميونتي هتكون اقصى ما يكون، هتكون افضل ما يكون، وبالتالي برضه احنا مش محتاجين تدخل الدوله لان مصلحه الافراد بتحقق مصلحه المجتمع. تمام، هي دي اللي بتقودنا رقم 4. Each member، كل فرد، by following his own self interest، لما بيتبع مصلحته الخاصه، لما بيعظم مصلحته الخاصه، promotes، بيحفز بيشجع the interest of other members as well. دي اللي اسمها الهيدن هاند، اللي هو ايه؟ انه كل فرد هو بيعظم مصلحته، بيحاول يعمل ماكسمايزنج للاون سيلف انترست، ات ذا سيم تايم هي از ماكسمايزنج ذا اذر ممبرز انترست، هو بيعظم مصلحه بقيه المجتمع في نفس الوقت. يعني انت بتحقق مصلحتك، بتحقق مصلحه الكوميونتي اللي انت عايش فيه، وبالتالي طالما ان الفرد بيحقق مصلحه المجتمع، ايه الداعي لوجود الدوله؟ مفيش داعي لوجود الدوله. يعني من الاخر الكلاسيكال ليزيس فير موديل قايم على فكره ان مين اللي هو ال القطاع المفضل، البرايفت سيكتور ولا البابليك سيكتور؟ البرايفت سيكتور مش البابليك سيكتور. تمام، يبقى اهو انه هم شايفين ان البرايفت سيكتور has self incentives، so the private sector can achieve maximum efficiency in the use of resources. هم شايفين ان البرايفت سيكتور عنده في natural law، في قانون طبيعي، بيشتغل by his own، بيشتغل من تلقاء نفسه من غير تدخل الحكومة، and this natural law will produce economic progress. شايفين ان the interest of the community is the sum، هو مجموع the interest of its individual members، and each member when he trying to maximize his own interest at the same time he is trying to maximizing
the other member's interest او the interest of the community. اوكي، يعني كل حاجه قايمه على القطاع الخاص. تعالى بقى نشوف مع بعض ازاي بيشتغل الليزي سفير موديل، الفري ماركت سيستم بيشتغل ازاي بالرسم. هنشوف دوت في السلايد اللي جايه واللي بعدها. تعالى نشوف مع بعض بقى ازاي بيشتغل الكلاسيكال ليزي سفير موديل، وده مهم جدا عشان بالرسم اهو. How the classical laissez faire model work، ازاي بيشتغل الكلاسيكال laissez faire model اللي هو كان موجود قبل الجريت ديبريشن، قبل 1930، ازاي بيشتغل الفري ماركت سيستم. بصوا يا جماعه، احنا بنفترض في الكلاسيكال laissez faire model او اللي حطه الكلاسيكال laissez faire model ان الاقتصاد بيتكون من تو جروبس. The economic system consists of two groups. الجروب الاول اللي هم الكونسيومرز، والجروب الثاني اللي هم البروديوسرز. يبقى الكونسيومرز المستهلكين ده جروب، وفي جروب تاني اللي هم البروديوسرز اهو. انه ذا ايكونوميك سيستم كونسيستس اوف تو جروبس، ذا فيرست وان از كونسيومرز اللي هم السبلايرز اوف انبوتس اللي هم بيعرضوا خدمات الانتاج، اللاند والليبرز وال ولو عندهم كابيتال وخلافه، والبروديوسرز، البروديوسرز اللي هم الفيرمز اللي هم الشركات. يبقى دول هنلاقي في الاقتصاد بتاعنا اتنين اهو، هنلاقي في two groups. في جروب اللي هو الكونسيومر هنبقى فوق لما نيجي نشوف الرسم، وفي جروب تاني خالص اللي هو هنحطه تحت اللي هم البروديوسرز، ده هنخليه تحت خالص اوكي، او الفيرمز. طيب والاثنين دول بيتقابلوا في كام سوق؟ We have two kinds of markets. الاثنين دول بيتقابلوا في two markets. ماركت اسمه الانبوت ماركت. الانبوت ماركت اللي هو بيروح البروديوسرز يشتروا من الكونسيومرز، يشتروا من السبلايرز اوف انبوتس، بيروحوا هنا عشان يشتروا منهم الانبوتس. جميل. وفي ماركت تاني اللي هو بتاع الاوتبوت ماركت. الاوتبوت ماركت اللي هو ايه؟ ان هو الفيرمز بتنتج منتجات بتروح تعرضها هنا، مين بيشتري المنتجات دي؟ الكونسيومرز. اوكي، يبقى الكونسيومر والبروديوسرز بيتقابلوا في كام قطاع؟ بيتقابلوا في كام سوق؟ بيتقابلوا في تو ماركتس، اند كونسيومرز اند بروديوسرز. اوكي، تريد بيتاجروا، اند سيت برايسز ان تو كايندز اوف ماركتس، بيتقابلوا وبيتاجروا وبيحددوا الاسعار في تو كايندز اوف ماركتس، اللي هو الاوتبوت ماركت اللي هو الفاينل برودكت اللي بيبيعوه الشركات وبتشتريه الافراد، والاوتبوت ماركت اللي هو الانبوت ماركت اللي هو الانبوتس اللي بيمتلكها الكونسيومرز، بيمتلكوا اللاند، بيمتلكوا الليبرز وخلافه، وبيعرضوها للبيع. مين بيشتريها؟ بيشتريها البروديوسرز. تعال بقى نشوف رسمه توضح التو جروبس دول، الكونسيومرز والبروديوسرز، بيتقابلوا مع بعض وبيحددوا البرايسز، سيت برايسز ان اوتبوت ماركت ان انبوت ماركت ازاي. تعال نشوف ده في الرسم اللي جاي. تعالى نشوف مع بعض يا شباب بقى ايه السيركلر فلو اوف ذا فري ماركت. يا ترى شكل السيركلر فلو، التدفق الدائري بتاع الفري ماركت سيستم، طريقه تعامل الكونسيومرز مع البروديوسرز بتتم ازاي، وبيتقابلوا في تو، في كام ماركت؟ زي ما اتفقنا في تو ماركتس. ماركت اسمه ايه؟ اسمه الانبوت ماركت، وماركت تاني اسمه الاوتبوت ماركت. تعالى نشوف مع بعض. فوق هنعمل كده زي مستطيل اهو، انا كانه مره ثانيه عشان ما نحفظش، هنحط فوق الكونسيومرز. الكونسيومرز اهو، ادي ده كونسيومرز، كونسيومرز، والكونسيومرز هنا اللي هم ممكن نسميهم اسم تاني اللي هم سبلايرز اوف انبوتس. سبلايرز اوف انبوتس لان هم اللي بيمتلكوا الانبوتس، هم اللي بيمتلكوا اللاند، بيمتلكوا الليبر وخلافه، يبقى اند سبلايرز اوف انبوتس، ده برضه هنكتبه جوه المربع اللي فوق. وتحت الطرف الثاني ذا سكند جروب اللي موجود في الفري ماركت سيستم، في الليزي سفير موديل، اللي هم البروديوسرز. البروديوسرز اللي هم الفيرمز، فتحت احنا هنحط فيرمز او بروديوسرز. فيرمز زي ما اتفقنا ان الكونسيومرز او سبلايرز اوف انبوتس اللي هم فوق، والفيرمز اللي هم البروديوسرز اللي تحت، بيتقابلوا مع بعض في كام ماركت؟ في تو ماركتس. ماركت اسمه الانبوت ماركت اهو، انبوت ماركت، انبوت ماركت، انبوت ام ماركت يعني، تمام. وفي ماركت تاني بيتقابلوا في ماركت تاني اللي هو الاوتبوت ماركت اهو، ادي اوتبوت، اوتبوت ماركت، اوتبوت، اوتبوت ماركت، اوتبوت ام ماركت. فانا هنعمل ايه؟ هنشوف بقى الاثنين بيتفاعلوا مع بعض ازاي. طبعا الكونسيومرز او السبلايرز اوف انبوتس اللي هم بيمتلكوا الانبوتس، مالهم؟ دول بيروحوا الانبوت ماركت عشان يعملوا ايه؟ عشان يعملوا سبلاي اهو، زي السبلاي ذا انبوتس، عندهم
لاند، عندهم ليبرز، بعضهم عايز يشتغل وخلافه، فبيعرض خدماته، فبيروح الايه الانبوت ماركت يعمل فيه ايه، يعمل عملية سبلاي. فهنكتب كده ايه، سبلاي. جميل، سبلاي. طبعا يبقى انا هنا هلاقي في الانبوت ماركت كاني بالظبط بعمل الجراف بتاع اللي هو الفري ماركت سيستم. هنكتب تحت هنا الانبوت، الانبوت اللي هو الكوانتيتي بتاعت الانبوت اهو، ادي انبوت، ادي الانبوت، وفوق هنحط ايه، وفوق هنحط البرايسز، وفوق هنحط البرايسز اللي هم تي، ادي البرايسز. هنلاقي طبعا دول الكونسيومرز او السبلايرز اوف انبوتس بيعملوا ايه، بيعملوا سبلاي. فادي ادي السبلاي اهو، ادي السبلاي كيرف. مين اللي عمل سبلاي؟ الانبوت اونرز، يعني ده هنكتب كده جنبها اللي عمل سبلاي ده اللي هم الانبوت اونرز، انبوت اونرز، الانبوت اونرز اللي هم مين؟ الانبوت اونرز دول اللي هم بيكونوا افراد انديفيدوالز اللي هم الكونسيومرز، انبوت اونرز. اوكي، اونرز. جميل. طيب مين اللي هياخد، مين اللي هيطلب الحاجات دي؟ الفيرمز، الفيرمز هتطلب ناس تشتغلوا عندها عشان ينتجوا لها. الفيرمز هتطلب كابيتال، هتطلب الات، ماشينز، اكويبمنت بيمتلكها الكونسيومرز او السبلايرز اوف انبوتس. فالفيرمز هتتجه للماركت دوت عشان تعمل فيه ايه؟ تعمل فيه ديماند اهو. يبقى الفيرمز هتروح تطلب ديماند للانبوت بتاعه اللي بيمتلكها الكونسيومرز او السبلايرز اوف انبوتس. يبقى هنا هنكتب، هنا هنكتب ايه؟ هنكتب ديماند اهو، ديماند. جميل. طبعا لما الشركات تطلب الخدمات الانبوتس بتاعه الانديفيدوالز مش ببلاش، بايه؟ بمقابل، بدولارز. So they will pay dollars. يبقى هنا هنعمل ايه؟ هنعمل كده ان هم دولارز، دولارز اهو، هنعمل علامه الدولارز، they will pay dollars. جميل. مين اللي هياخد الدولارز دي؟ اللي هياخدها الكونسيومرز. يبقى في المقابل الكونسيومرز هياخدوا الفلوس دي يحطوها في جيوبهم كدولارز اهو، ادي الدولارز. وطبعا ما ننساش انه زي ما عملنا سبلاي هنا اهو، الفيرمز تعمل ديماند، فنعمل ادي كيرف تاني نسميه دي ديماند. مين اللي عمل الديماند؟ الفيرمز. فنكتب جنبها كده اللي طلب، اللي بيطلب الانبوتس هم الفيرمز، الشركات، الفيرمز او الشركات. طبعا هنا تحت هنحدد الكوانتيتي بتاعت الانبوت اللي هتشتريها الشركات ويبيعها الافراد، والبرايس بتاع اللي هياخده الكونسيومرز او السبلايرز اوف انبوتس لما يعرضوا الانبوتس ويشتريها الفيرمز. جميل. يبقى هشوفوا الاليه بتاعت السبلاي والديماند حددت البرايسز والكوانتيتي فين، ده في الانبوت ماركت. في الناحيه الثانيه الفيرمز طبعا لما خدت الانبوتس، خدت عمال والات واراضي وخلافه واشترتها، هتعمل ايه؟ هتشغلها، هتشغلها. يعني بتعمل ايه؟ تشغلها عشان تنتج سلع وخدمات. السلع والخدمات دي تعمل فيها ايه؟ تعمل فيها سبلاي. سبلاي فين؟ في الاوتبوت ماركت. يبقى الفيرمز هتنتج سلع وخدمات، وسلع وخدمات دي الشركات تدخل بيها في الاوتبوت ماركت عشان تعمل لها سبلاي اهو. فهنعمل، هنكتب كده ايه؟ سبلاي، ادي سبلاي. ونيجي نقوم عاملين هنا اهو محورين، واحد افقي والتاني راسي، وتحت هنحط الاوتبوت، اوتبوت، ادي اوتبوت اللي هو الفاينل برودكت اللي انتجته الشركات، وهنكتب فوق هنا البرايس بي، ده البرايس. طبعا الفيرمز هنا هي اللي عملت سبلاي، يبقى انا هنا بعمل سبلاي، ده بتاع مين؟ بتاع الفيرمز. الفيرمز انتجت سلع وخدمات عايزه تبيعها، بتبيعها فين؟ بتبيعها في الاوتبوت ماركت. يبقى ده سبلاي بتاع الفيرمز. جميل. طيب مين اللي هيشتري الاوتبوت دوت؟ مين اللي هيشتري الجودز اند سيرفيسز دي؟ الكونسيومرز. فالكونسيومرز يتجهوا بدورهم، يتجهوا للاوتبوت ماركت عشان يعملوا ايه؟ عشان يعملوا ديماند، يطلبوا السلع والخدمات اللي انتجتها الشركات. يبقى هنا هيعملوا اهو ديماند، يعملوا ديماند. جميل. ببلاش؟ لا، بفلوس. يبقى الكونسيومرز هيعملوا اهو، يعملوا ديماند، يطلبوا السلع والخدمات، طالبين يشتروا الاوتبوت اللي انتجتها الفيرمز. مين اللي عمل ديماند؟ الكونسيومرز. يبقى نكتب جنب الديماند
consumers المستهلكين. الديماند ده اللي عمله اللي هم الكونسيومرز، كونسيومرز اللي هم المستهلكين. جميل. طبعا سبلاي مع ديماند يحدد لك الماركت ايكوليبريم، ونحدد تحت الكوانتيتي بتاعت الاوتبوت، ونحدد في الجنب نحدد البرايس. يبقى البرايسز برضو اتحددت في السعر دوت في الليزستير موديل في الفري ماركت من خلال ايه؟ سبلاي اند ديماند. ده هو الناتشرال لو، ده السيلف انسنتيف من غير تدخل من جانب الحكومه. جميل. طبعا الكونسيومرز عملوا ديماند ببلاش؟ لا، بيدفعوا ايه؟ زي ويل باي دولارز. يبقى هنكتب هنا دولارز. ومين اللي هياخد الدولارز دي؟ الدولارز دي هتدخل جيب الشركات وترجع القاره تعيد نفسها من اول وجديد اهو. يبقى الدولارز دي تدخل جيب الشركات مره ثانيه. طبعا بعد فتره الشركات هتروح تنتج تاني، فتروح رايحه الماركت بتاع الانبوت تعمل ديماند للانبوت. مين اللي بيعرض الانبوت؟ الكونسيومرز، فيعملوا سبلاي. سبلاي مع ديماند يحددوا البرايس والكوانتيتي. الكونسيومرز بعد كده الفيرمز تاخد الانبوت تعمل بيها انتاج، الانتاج تعمل له سبلاي فين؟ في الاوتبوت ماركت. مين اللي يشتري؟ مين اللي يعمل عليه ديماند؟ الكونسيومرز، وهكذا. عشان كده اسمها سيركلر فلو، نموذج تدفق دائري. تدفق اهو، فلو بيطلع من الكونسيومرز للفيرمز، من الفيرمز للكونسيومرز. وفي كام ماركت؟ في تو ماركتس، الانبوت والاوتبوت ماركت. اوكي. طبعا نفس الرسمه اللي فاتت اهي، هي نفسها، بس بدل شكلها يبقى انضف اهو. فوق زي ما قلت لك هنحط كونسيومرز اند سبلايرز اوف انبوتس، وتحت هنحط الفيرمز. الاثنين بيتقابلوا في كام ماركت؟ في تو ماركتس، انبوت ماركتس واوتبوت ماركت. الكونسيومرز بيدخلوا الماركت ده يعملوا سبلاي، يعملوا سبلاي للانبوتس اهو، ادي السبلاي بتاعهم، ادي السبلاي كيرف. والفيرمز تدخل الماركت ده عشان تعمل ديماند. ديماند لايه؟ ديماند للانبوتس، بيطلبوا الانبوتس اهو، فدي الفيرمز تعمل ديماند. الاثنين يحددوا مع بعض، يتقابلوا، يحددوا الكوانتيتي ويحددوا البرايس. نفس الفكره، الشركات تاخد الانبوت تحوله للاوتبوت، فالاوتبوت ده يعملوا ايه؟ يعملوا له سبلاي. سبلاي فين؟ في الاوتبوت ماركت اهو، ادي السبلاي كيرف بتاعهم. مين اللي يشتري الكونسيومرز، يعملوا ديماند. يعملوا ديماند، عايزين يطلبوا الجودز اند سيرفيسز فاينل برودكت، يعملوا ديماند. ديماند مع سبلاي، يحددوا الكوانتيتي ويحددوا البرايس اهو. ده هو ده الفري ماركت سيستم، هو ده اللي الليزستير موديل. تمام. اللي هو ذا جوفرمنت انترفنشنز. طبعا الافراد بيطلبوا الحاجات دي ببلاش؟ لا، بيدفعوا دولارز، زي ويل باي دولارز. مين اللي بياخدها؟ بياخدها الفيرمز، ريسيف دولارز. طبعا الدولارز دي الفيرمز تاخدها، تدفعها لمين؟ تدفعها مقابل الانبوتس اللي اشتروها من الافراد. ومين ياخد الدولارز مره ثانيه؟ ياخدها الافراد، الكونسيومرز، السبلايرز اوف انبوتس، كمقابل للانبوتس اللي باعوها في الانبوت ماركت. تمام. هي نفس الرسمه اللي فاتت. تعالى بقى نشوف مع بعض الـ assumptions of the circular flow of the free market of the laissez-faire model. طبعا الـ assumptions هما كتير، انا مش عايزك اعرفهم بس عشان صح وغلط وخلافه حاجات معينه، لكن ما تحفظهمش. يعني ايه الـ assumptions؟ اول حاجه ده على الرسم اللي فات، the market price and the quantity are determined by the equilibrium of demand and supply. ده هو نتيجه منطقيه، ان الـ prices والـ quantity determined by supply and demand، اللي هي فكره اليه السبلاي والديماند اللي احنا لسه واخدينها شويه. كل حاجه سبلاي مع ديماند بتحدد لك الكوانتيتي اهو، الاكواليبريم كوانتيتي والاكواليبريم برايس. بس عند اول اسامبشن اهو، ماركت برايس اند كوانتيتي ار ديترمايند باي سبلاي اند ديماند. اثنين، ذا برايس اند كوانتيتي اوف ريسورسز ار ديترمايند باي فيرمز ديماند and owner supply. ده اللي هو الماركت بتاع resources، الانبوت ماركت. الماركت الاولاني كنا بنشوف فيه برضه supply and demand، بس هنا بنحدد هنا السبلاي. تمام. بتاع مين؟ بتاع الاونرز، الانبوت اونرز. تمام. والديماند بتاع مين؟ بتاع الفيرمز، الفيرمز بتطلب الانبوتس. تمام. فبيحدد الكوانتيتي وبيحدد البرايسز بتاعت الريسورسز، او برايس بتاعت الريسورسز والكوانتيتي بتاعت الريسورسز بتتحدد بال الديماند بتاع الفيرمز والسبلاي بتاع الاونرز. يبقى ده كان واحد دابورت بيتكلم على البرايسز والكوانتيتي في الاوتبوت ماركت، ورقم اثنين بيتكلم على الانبوت ماركت او الريسورسز ماركت. تمام. طيب رقم ثلاثه، برايسز ان ذا انبوت ماركتس كونتينيولي ادجست تو ذا ايكوليبريم اوف ماركت ديماند فيرمز اند ماركت سبلاي ريسورسز. ده مش هتفرق معانا كتير، يعني رقم ثلاثه ده ما تركزش قوي فيه. يعني البرايسز بتتعدل، يعني لما يحصل اي تغير في السبلاي والديماند البرايسز بيحصل فيها ادجاستنج، فده حاجه منطقيه يعني. رقم اربعه ده المهم جدا،
organization of production is determined by consumer sovereignty. Consumer sovereignty اللي هو سيادة المستهلك. هو فكرة الفري ماركت سيستم بيعتقد اعتقد منه انه المستهلك هو السيد، اللي بيطلبه المستهلك بتنتجه الشركات. انه الفكرة كلها قايمة على فكرة سيادة المستهلك. سيادة المستهلك يعني ايه؟ المستهلك هو السيد، هو اللي بيطلب، اللي بيطلبه الشركات بتنتجه. فيقول لك انه اهو يبقى الماركت الفري ماركت سيستم او الليزر موديل قايم على assumption انه الاورجنايزيشن اوف برودكشن مؤسسات الانتاج از ديتيرمايند باي كونسيومر سوفرينتي، الشركات بتنتج اللي المستهلك بيطلبه. هو دوت يبقى كونسيومر سوفرينتي هو دوت الاساس اللي قايم عليه فكره الليزر موديل، الشركات بتنتج على اساس ايه؟ سياده المستهلك. تمام. في ملحوظه مهمه جدا. هي ليه ملحوظه مهمه جدا؟ لان تقريبا مفيش امتحان في ماده البابليك فاينانس الا لما تلاقي الجزء ده موجود في الامتحان، لازم تلاقي جمله صح وغلط عن الملحوظه دي. فالملحوظه دي مهمه بغباء جدا خالص قوي، خلي بالك منها جدا جدا جدا. وجت على فكره في امتحان الميد تيرم بتاع السنه اللي فاتت، خلي بالنا في كل، كان في امتحان السنه اللي فاتت فيها كان في فور مودلز، في الفور مودلز كان السؤال ده موجود اهو. ذا كلاسيكال ليز سفير موديل ثيوري كودنت بروفايد، بص بقول لك ايه، كودنت بروفايد اني اكسبلانيشن of how the individual's units following their own goals and at the same time work to achieve general equilibrium solution. يعني ايه؟ انه الكلاسيكال ليزر موديل هم عمالين يوضحوا لنا، عمالين يصدعونا انه الانديفيدوالز الافراد او following their own goals، كل واحد بيحاول يعظم مصلحته، صح كده؟ ان كل واحد اهم حاجه عنده مصلحته. فازاي الفرد هو بيعظم مصلحته في نفس الوقت بيقدر يحقق الاكواليبريم سوليوشن، الجنرال اكواليبريم سوليوشن، يحقق مصلحه المجتمع ازاي؟ ده كلام مش منطقي. هل فعلا كل واحد فينا وهو بيحاول تراينج تو اتشيف هيز اون جولز فعلا هو بيحقق الجنرال اكواليبريم؟ هل هو فعلا بيحاول يحقق اهداف المجتمع، بيعمل ماكسمايزنج للانترست بتاعه الكوميونتي؟ مش بالضروره. احيانا في بعضنا وهو بيعظم مصلحته بيأذي حد تاني في المجتمع، بيضر حد تاني في المجتمع. فهم ما فسرناش، هم قالوا كده، قالوا ان الفرد بيحقق مصلحته، بيحقق مصلحه المجتمع، بيعمل الجنرال ايكواليبريم. بس ازاي الاثنين يمشوا مع بعض؟ احنا بنشوف في الواقع ممكن واحد بيحقق مصلحته لكن على حساب حد تاني، ممكن واحد عشان يحقق ثروه في ناس تانيه بتتفقر، بيصعد على اكتاف ناس تانيه. فهم ما فسرناش النقطه دي بشكل كويس. فخلي بالنا لو جت الجمله دي بالمنظر ده، ذا كلاسيكال ليزر فير ثيوري couldn't provide any explanation، ما وضحناش اي تفسير of how the individual units following their own goals and at the same time work to achieve general equilibrium. لو جت كده الجمله دي جمله صح، ودي اللي جت في امتحان السنه اللي فاتت. في امتحان قبل كده جت الجمله دي، قال لك ايه؟ the classical laissez-faire theory provide explanation. هل هي provide explanation؟ لا، تبقى الجمله دي جمله غلط. يبقى نقول couldn't provide صح. لو قال لك ذا كلاسيكال ليزر ثيوري بروفايد غلط، يبقى هي كودنت بروفايد. جميل. ما قدروش يفسروا لنا ازاي الفرد هو بيحقق مصلحته في نفس الوقت بيحقق مصلحه المجتمع. للاسف مفيش تفسير واضح للنقطه دي. تمام. تعال نشوف اسئله على الكلام ده. تعال نشوف الاسئله. ادي السؤال اول سؤال صح وغلط. according to classical laissez-faire model organization of production is set by producer sovereignty. هي producer؟ لا، هي المفروض consumer sovereignty، سيادة المستهلك مش سيادة المنتج. تمام. الكلاسيكال ليزر موديل، شوف السلايد اللي فاتت الاسامبشن رقم 4، هتلاقي انه قائم على فكرة consumer sovereignty مش producer sovereignty. يبقى الجملة دي جملة غلط. ادي اول جملة اهو، consumer sovereignty not producer sovereignty، سيادة المستهلك مش سيادة المنتج. اتنين، most classical laissez-faire models prefer the government sector. هل يا جماعة الكلاسيكال laissez-faire model prefer the government sector؟ لا غلط. prefer مين؟ private sector. هم حتى قالوا انه most economic activities should be left to private sector. الافضل ان احنا نسيب اغلب الوظائف الاقتصادية للprivate sector مش للpublic او الgovernment sector اهو. او سؤال بصيغة تانية، according to classical laissez-faire model the most economic functions is better left to the private to the public sector. public لا، يعني المفروض to mean private sector. اوكي اهو، the private sector مش الpublic sector. الجملة اللي بعد كده، the classical laissez-faire model explained the harmony between interest
of individuals and general interest of the whole community. الجملة دي جملة صحيحة. ليه؟ لأنه فعلا بيوضح بيفسر الهارموني التناسق بين الـ interest of individuals and general interest of the whole community. ليه؟ لأن هم قالوا ارجع على السلايد اللي قبل اللي قبل اللي فاتت تو سلايدز اللي فاتوا كان مكتوب فيه من ضمن الأسامبشنز بتاعته إيه؟ إن هم افترضوا الـ interest of the entire community الـ interest of the community of the society equal the sum بتساوي مجموع، مجموع مين؟ the sum of interests of its individuals members أهو agree as one of the assumption of this model is that the community interest مصلحة المجتمع is the sum مجموع the interest of its individual members تمام؟ زي لما قلت لك مصلحة المجتمع بتساوي ايه؟ مصلحة المستهلك A زائد الشخص B زائد C زائد D زائد F زائد كل أفراد المجتمع لما نجمعهم يطلع لنا مصلحة المجتمع ككل تمام؟ ادي تعال نشوف الأسئلة اللي بعد اللي بعد كده according to classical laissez-faire model the public and private sector should be complementary خلي بالنا complementary ده ما كانش في laissez-faire model في الفري ماركت ده complementary ده كان فين في الميكسد يعني الجملة دي تبقى صح لو قال لك ايه according to mixed economy مش classical laissez-faire model according to mixed economy public and private sector should be complementary are complementary to each other ده في الميكسد لكن في الكلاسيكال laissez-faire model هم قالوا انه they prefer the private sector دول بيفضلوا ال private sector وبيكرهوا حاجة اسمها ال public sector هم قالوا ان the most economic functions should be left to the private sector جميل ما جابوش سيرة ال public خالص اهو disagree in mixed economy مش ال laissez-faire model اوكي لكن ال but in classical laissez-faire model the government should have limited rule وانه الدور الاساسي بتعمله ال private sector الجملة اللي بعد كده according to classical laissez-faire model free enterprise can maximize the efficiency in the allocation of resources الجملة دي جملة غلط على فكرة الجملة دي جملة غلط according to class sorry الجملة دي جملة الجملة دي جملة غلط ليه؟ لأنه أحد افتراضات ال classical laissez-faire model الجملة دي جملة غلط فعلا أحد افتراضات ال classical laissez-faire model إنه ال free enterprise اللي هو ال free market system اللي هو ال private sector cannot لا can maximize the efficiency in the allocation of resources ارجع للافتراضات اللي كانت من تو سلايدز فاتت هتلاقي ده احد افتراضات الكلاسيكال laissez-faire model اهو according to classical laissez-faire model the capitalist or private sector has self incentives عنده دوافع خاصه to achieve maximum efficiency in the use of resources فالجمله دي جمله غلط الجمله اللي بعد كده according to the mixed economy the economists الاقتصاديين believe in the hidden hand concept فكرة اليد الخفية هل ده في الميكسد ايكونومي؟ غلط ده مش في الميكسد ده فين؟ ده في الكلاسيكال ليزيس فير موديل الكلاسيكال ليزيس فير موديل هم اللي بيعتقدوا في الهيدن هاند كونسبت ان حضرتك وانت بتحقق مصلحتك الخاصة at the same time انت بتعمل ماكسمايزنج للانترست بتاعت الاذر بيبول as well اهو disagree the economist in the classical ليزيس فير موديل مش في الميكسد ايكونومي believe in hidden hand concept بيصدقوا في فكرة الهيدن هاند كونسبت تمام تعال نشوف اللي بعد تعال نشوف اللي بعد كده رقم 7 بتقول the market process based on the price system will be able to achieve social justice هل يا جماعه نظام البرايس سيستم برايس ميكانيزم اللي هو supply and demand ده supply وديماند سؤال هل دايما فعلا هل هو دايما فعلا able to achieve social justice لا الجمله دي جمله غلط الجمله دي جمله غلط الجمله دي جمله مش مظبوطه احيانا البرايس اللي بيحدده الماركت سيستم البرايس ميكانيزم احيانا بيكون غير عادل ما احنا بنشوف ان في ناس ياما جدا بتشتغل باجور الاجور دي بتتحدد عن طريق الماركت بس للاسف الشديد بعيده تماما كل البعد عن العداله فالفري ماركت سيستم ما كانش بيتكلم قوي عن فكره السوشيال جاستس هو كان كله تركيزه على الافيشنسي لكن فكره السوشيال جاستس ما كانش حاطينها قوي في اهتمامهم هم كل اعتقادهم انه سبلاي مع ديماند تحدد برايس وتحدد كوانتيتي وان دوت يقدر كود اتشيف الايكونوميك بروجريس ممكن يحقق للنمو الاقتصادي وكود اتشيف الافيشنسي ان ذا ريسورس يوز وممكن يحقق الكفاءه ماكسيمم افيشنسي ان ذا ريسورس يوز في استخدام الموارد لكن غير كده ما اتكلموش اصلا على السوشيال جاستس فالجمله دي جمله غلط ديسجري 8 اهو دي الجمله دي اللي قلت لك عليها فيري امبورتنت نوت في السلايد اللي كانت قبل الايه قبل الاسئله على طول وهي فعلا مهمه جدا 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 بصوا يا جماعه بقول لك ايه ذا كلاسيكال ليزيس فير موديل او سيري
provides explanation of how individuals by following their own goals can achieve general equilibrium. غلط. الجملة دي غلط. ارجع للملحوظة اللي قلت لك عليها very important note. قلت لك classical laissez theory couldn't provide explanation of how individuals by following their own goals can achieve at the same time general equilibrium. هم قالوا ان الافراد وهم بيحاولوا ال own goal ما فسرناش ازاي ممكن نوصل لمصلحة المجتمع general equilibrium. ما فسروش ده فهم there is no enough explanation. فالجملة دي جملة غلط اهو disagree اهو as classical theory provides no explanation. مفيش explanation. نفس الجملة جت في امتحان السنة اللي فاتت اللي جديدة اللي جت في امتحان السنة اللي فاتت في الميد تيرم. The classical laissez faire theory couldn't provide. بص بقى هنا couldn't provide any explanation. ما وضحتش أي تفسير of how individuals follow their own goals and at the same time achieve general equilibrium. الجملة دي جملة صح مليون في المية. فعلا هم ما وضحولناش ازاي الافراد وهم بيحققوا مصلحتهم الخاصه their own goals ازاي في نفس الوقت نقدر نحقق مصلحه المجتمع اللي هو الجنرال equilibrium. مفيش تفسير كافي للنقطه دي. ده حتى بالعكس ده بيحصل في الواقع العملي ان في افراد كتير هم بيحققوا مصلحتهم الاون جولز بيضروا المجتمع. يعني اللي عنده مصنع بيلوث البيئه هل ده بيعمل الجنرال equilibrium؟ لا. اللي بيدخن سجاير هو معتقد انه بيدخن سجاير بيعظم مصلحته، هل هو في نفس الوقت بيحقق مصلحه المجتمع بيعمل الجنرال equilibrium؟ لا. فهم ما فسروناش النقطة دي، فالجملة دي جملة صحيحة. يبقى لو لك في الجملة رقم 8 provide غلط، أقول لك couldn't provide صح. تمام؟ الجملة 8 الجملة دي 9 على فكرة، دي رقم 9، دي 9 مش 8. دي جت في امتحان السنة اللي فاتت. تعال نشوف الجملة اللي بعد كده. Consumer will continue to purchase the commodity in output market until the point where a marginal utility per price of its it is higher than the marginal utility of other commodities. الجملة دي جملة غلط وغلط ليه؟ أنا هفسرها ليك. يعني ليه يعني في لما ندخل في حاجة اسمها الباريتو أوبتيمم هنفسرها بشكل أوضح. يعني هي المفروض ما كنتش ما تبقاش مكانها هنا. هي المفروض الكونسيومر will continue to purchase the commodity. المستهلك هيفضل يشتري في السلعة في الأوتبوت ماركت في سوق الأوتبوت في سوق الفاينل برودكت لغاية ما يوصل للبوينت. ايه هي البوينت؟ لغاية ما يوصل لايه؟ يفضل يشتري من السلع، يشتري من السلع، لغاية ما يوصل للبوينت ايه؟ انه المارجنال يوتيليتي بير برايس مش هاير بقى، is equal البرايس اوف اذر كوميديتي. ان يكون سعر السلعة اللي بيشتريها بيساوي اسعار السلعة التانية. طبعا عشان نفهم النقطة دي هناخدها لما ندخل في باريتو اوبتيمم، بس مبدئيا حضرتك الجملة دي جملة غلط. ليه؟ consumer will continue to purchase the commodity in the output market until the point where mu marginal utility per price of it is higher than. لا هي مش higher is equal. اوكي تعال نشوف دوت لما ندخل في الباريتو اوبتيمم ان شاء الله هفصل لكم بشكل اوضح. تعال نشوف الجمله دي. طبعا احنا الجمله التاسعه احنا شفناها الجمله اللي فاتت والجملة رقم 10. طبعا الجملتين دول في غاية الأهمية وتلاقي دايما في امتحان الجملة دي أو الجملة دي موجودة في الامتحان. بصوا يا جماعة consumer will purchase additional unit of a commodity. المستهلك هيفضل يشتري وحدات إضافية من السلعة only as long as the marginal utility per pound is equal the marginal utility per pound from other purchases. الجملة دي جملة غلط. المفروض مش equal، المفروض is greater than أو higher than. ليه بقى؟ بصوا يا جماعة الجملة رقم 10 والجملة رقم 9 مرتبطين ببعض. هو انت كمستهلك امتى تفضل تستمر في شراء شيبسي؟ يعني افرض اهو الجملة رقم 10 انت بتشتري سلعة زي الشيبسي اهو، انت بتشتري شيبسي او انك تشتري مثلا نقوله حرنكش، يعني اهو حرنكش، تشتري شيبسي ولا تشتري حرنكش؟ فانا كل لما عدى عليك الاقيك عمال تشتري شيبسي، عمال تزود مشتريات الشيبسي، عمال تجيب اديشنال يونت اوف كوموديتي اسمها شيبسي، عمال تزود مشتريات الشيبسي. تفضل تشتري شيبسي لغايه امتى؟ تفضل تشتري شيبسي لغايه ما توصل لبوينت. بص لو جبنا سيره كلمه بوينت، لو جبنا سيره بوينت هي دي سر الاجابه بتاعت الجمله 9 10. لغايه ما توصل لبوينت، ايه البوينت دي؟ لغايه ما توصل لبوينت اللي عندها بتكون المارجنال يوتيليتي، المارجنال يوتيليتي للشيبسي اوفر البرايس
او الباوند اللي انت دفعته عشان تشتري شيبسي ايكوال بيساوي المارجنال يوتيليتي بتاعه الحرنكش، المنفعه الحديه اللي جات لك من الحرنكش، على الباوند على البرايس اللي انت دفعته للحرنكش. لو انت قلت لك في الجمله البوينت، انت هتفضل تشتري لغايه ما توصل للبوينت، يبقى الشرط بتاعك عشان توصل للساتسفاكشن الاشباع هو ايه؟ ان يكون شرط تساوي ايكوال. لو قلت لك كلمه ايه؟ بوينت. لو قال لك كلمه بوينت، انت هتفضل تشتري شيبسي 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 سيب. امتى توقف مشتراتك من الشيبسي ومش عايز شيبسي تاني؟ لما توصل للنقطه اللي عندها ان الشيبسي والحرنكش زي بعض، خلاص انا مش هشتري شيبسي زياده عن كده. امتى؟ لما يكون الشيبسي والحرنكش، لما تكون اليوتيليتي اللي جاي لك من الشيبسي على البرايس بتاع الشيبسي قد اليوتيليتي اللي جاي لك من الحرنكش على البرايس بتاع الحرنكش. فامتى؟ لو قلت لك بوينت، يبقى الشرط بتاعك يكون شرط تساوي. عشان كده الجمله اللي فاتت جمله غلط. 9، بص للجمله اللي فاتت، يقول لك consumer will purchase additional unit of commodity of شيبسي لغايه ما يوصل لبوينت. طالما ان قال لك بوينت، يبقى لازم يكون الشرط ايكوال. في الجمله اللي فاتت، الجمله اللي فاتت لو قال لك بوينت، يبقى لازم يكون الشرط ايكوال على طول كده. لكن لو ما قالكش بوينت، انت لسه ما وصلتش نقطه الاشباع، يبقى هل تبطل شراء شيبسي؟ لا، لازم تفضل تشتري شيبسي. اهو اذا consumer will purchase additional unit of commodity only as long as، ما قالش بوينت، يعني لسه ما وصلش لنقطه الاشباع، انا لسه ما وصلتش. As the marginal utility per pound is equal، لو equal ده كده انا وصلت البوينت وما قاليش بوينت، يبقى معنى كده ايه؟ ان انا لسه بستمر في شراء السلعه الاولى الشيبسي. امتى؟ ليه؟ لان لسه طالما ان المارجنال يوتيليتي بتاعت الشيبسي مالها بيجر ذان هاير ذان جريتر ذان، يبقى الجمله دي مفهومه ملوش الايكوال لانه مالش بوينت. امتى نقول ايكوال؟ لو قال بوينت زي 9، لكن دي ما قالش بوينت، يبقى معنى كده لسه ما وصلش لنقطه ساتسفاكشن، يبقى لازم تستمر في شراء السلعه الاولى، السلعه اللي اسمها شيبسي. تمام؟ يبقى امتى توقف شراء الشيبسي؟ لو وصلت للبوينت والمارجنال يوتيليتي بتاعت السلعه دي بتساوي المارجنال يوتيليتي بتاعت السلعه الثانيه بتاعت الاذر برودكتس. جميل. امتى تفضل تستمر في شراء السلعه بتاعت الشيبسي وما تبطلش؟ طالما ان المنفعه اللي بتجي لك من الشيبسي اكتر من المنفعه اللي بتجي لك من الحرنكش. تمام. اتمنى انك تكون فهمت الفرق ما بين 19. جمله رقم 11، producer increase particular input as long as possible producer its marginal utility. بص يا جماعه، البروديوسر ملوش دعوه بالمارجنال يوتيليتي. المارجنال يوتيليتي المنفعه الحديديه بتاعت المستهلك. امال البروديوسر ده ايه؟ البروديوسر ما بيتكلمش على المارجنال يوتيليتي، بيتكلم على المارجنال برودكت. مارجنال يوتيليتي ده كونسيومر زي في جمله 9 و10، انما بتتكلم على بروديوسر يبقى ده اسمه مارجنال برودكت. فالجمله دي جمله غلط. امتى تبقى صح؟ لو قال لك as its marginal product. لو قال لك marginal product. اوكي؟ تمام؟ طيب الجمله رقم 12، concerning the exchange in the input market، تغيرات في الماركت. The utility of consumers، منفعة الـ consumers from each marginal unit، من استهلاك كل واحدة إضافية. increases، هل يا جماعة المنفعة بتاعت المستهلك بتتزايد كل ما as each additional unit is acquired؟ هل كل ما بيشتري واحدة أزيد منفعته بتزيد؟ سؤال. في رمضان المنفعة الحدية يا جماعة الـ utility بتاع الـ consumer ما بيحصلش فيها increase، بيحصل فيها diminish. diminish يعني بتقل بتتنقص. بص يا جماعة، في رمضان لما بتيجي تفطر بتبقى انت بتبقى واقف مستني اذان المغرب زي بص كانك هتتجنن، وحاطط جنبك شفشق ميه، وجايب جنبك شفشقين صوبيا، وثلاث شفاشق ماليهم قمر الدين، وشفشقين ماليهم تمر هندي، وشفشقين ماليهم كركديه، وعمال عيني تمصمص في شفايفك وتقول هو الشيخ ما ادانش ليه لغايه دلوقتي؟ المغرب اتاخر ليه النهارده؟ سؤال. اول كوبايه ميه بتشربها منفعتها الحديه اليوتيليتي بتاعتها ماليه عاليه جدا، المارجنال يوتيليتي بتاعتها عاليه جدا. تاني كوبايه، تالت كوبايه، طفست طرفش ضربت وراها على طول كوبايه تانية تمر هندي. كل ما تزود كوبايه المنفعه الحديه بتاعتها بتتزايد برضه انكريزس؟ لا، بتكون مالها ديمينش، بتتناقص ديكريزنج. يبقى هي بيقول لك اليوتيليتي اوف كونسيومر فروم اتش مارجنال يونت بورشيست انكريزس؟ لا، هي مش انكريز، هي ديمينش او ديكريزس، بتتناقص. بطنك هتوجعك لو شربت اكتر من اللازم. تمام؟ اتمنى اكون فاهم حاجه. دي complete the following statement، دي جت موجوده في امتحانات قبل كده، كان فيها اكمل يعني. طبعا في الميد تيرم مش هيجي اكمل، لكن في الفاينل ممكن، وارد. كل لغايه دلوقتي ما اتفقناش على شكل الفاينل هيجي ازاي، لكن ممكن يجي لك
في الميد تيرم؟ لا ما بيجيش في الميد تيرم، بس ده ممكن يجي لك صورة صح وغلط المرة. تعال نشوف الكومبليت ده. The classical model اللي هو الكلاسيكال is a sphere model consider the interest of the community is مصلحة المجتمع عبارة عن ايه؟ زي ما قلت لك مصلحة A زائد B زائد C زائد D يبقى the sum of interest of its individual members. اهو اهو is the sum هو مجموع of interest of its individual members. الإجابة موجودة تحت ايه؟ تمام؟ مجموع مصلحة المجتمع عبارة عن مجموع مصالح أفراد المجتمع. is the sum of its individual members. is the sum of interests of its individual members. اتنين، the free market system has self-interest that calls for. ال free market system عنده self-interest، عنده self-incentives that calls for maximizing efficiency in the use of resources. بص كده في ال assumptions بتاعت ال classical laissez-faire model، بص في أول أو تاني assumption هتلاقي يقول لك إيه؟ إنه ال private sector اللي هو ال free market enterprises ال free market system has self incentives that will maximize efficiency in the use of resources. هيعظم الكفاءة في استخدام ال resources. رقم ثلاثة، classical model considers the most economic functions is better to be left to private sector. ال classical laissez-faire model شايف إن أغلب الوظائف الاقتصادية لازم نسيبها لمين؟ لل public؟ لا، لل private sector أهو to the private sector. طبعا الاسئله كلها سهله بس محتاجه شويه تركيز وانت بتذاكر. تعال نشوف مع بعض الفانكشن او الفانكشنز اوف ذا برايس سيستم، وظايف جهاز الثمن. جهاز الثمن اللي احنا قلنا اللي هي الميكانيزم بتاعت اللي هو بتاعت الفري ماركت سيستم، اللي احنا قلنا اللي هو السبلاي، ولما بيعمل انترسكشن مع الديماند فاحنا اتفقنا ان السبلاي مع الديماند بنحدد من خلاله الماركت ايكوليبريم، ومن خلاله نقدر نحدد الكوانتيتي اللي هي هتتباع سواء في الانبوت ماركت او في الاوتبوت ماركت زي ما شفنا في الرسمه بتاعه الليزر موديل لسه شايفينه من شويه، والبرايس اللي هيتباع بيه السلعه في الماركت. تمام، فهي دي هو دي الاليه دي هي دي هو اسمه البرايس سيستم او الفري ماركت سيستم. تمام، يا ترى ايه الفانكشنز اوف برايس سيستم؟ البرايس سيستم يا جماعه من الرسم ده نقدر نطلع له ثلاث وظائف. الوظيفه الاولى هو بنقول إنه الـ price system secures the distribution of goods and services، إنه بيأمن توزيع السلع والخدمات. يعني إيه؟ حضراتكم زي ما شفتوا إن إحنا عندنا two markets، في markets في الرسمة اللي فاتت كان في market بتاع اللي هو الـ input markets اللي هو بتاع resources، صح كده؟ وفي market بتاع الـ output اللي هو بتاع الـ final product، وبرضه كان بيتحدد في الاثنين، بيتحدد في البرايس بالسبلاي اند ديماند، مظبوط كده؟ وكان هنا ده كان الاوتبوت ماركت، تمام؟ وهناك كان الانبوت ماركت، كان هنا في سبلاي، طبعا كان السبلاي في الاوتبوت ماركت بتاع الفيرمز، والديماند كان بتاع الكونسيومرز، والاثنين بيتحددوا مع بعض، بيحددوا الكوانتيتي، صح كده؟ وبيحددوا البرايس. فانا في الماركت الاولاني بتاع الانبوت، الانبوت ماركتس كان بيتحدد فيه الكوانتيتيز اللي هيشتريها مين؟ اللي هيشتريها الفيرمز، اللي هيشتريها الفيرمز الشركات. فالشركات بتطلب كوانتيتيز من الـ الانبوتس بناء على ايه؟ بناء على الكابيتال اللي معاها. يعني انا لو شركه عندي كابيتال كبير، راس مال كبير، هشتري كميه كبيره من الانبوتس. لكن انا لو انا عندي لو انا شركه صغيره هشتري كميه من الريسورسز او الموارد او الانبوتس على قدي، صح كده؟ يبقى هدخل الماركت بتاع الانبوت هشتري كميه على قدي. يبقى انا هنا النصيبي من الجودز اند سيرفيسز كفيرم في الانبوتس متوقف على الكابيتال بتاعي. طب وانا هنا الناحيه الثانيه الديماند بتاعي ككونسيومر لما عاوز اخد نصيبي من الجودز او السيرفيسز اللي هشتريها بيتوقف عليه، بيتوقف على الانكم بتاعي. الانكم بتاعي انا كمستهلك، انا والله الانكم بتاعي شخص الانكم بتاعه مرتفع، فبيروح رايح في الماركت يشوف البرايس بتاع السلعه بكام وهو معاه انكم كام، وبناء على كده يشتري كميه على قد الانكم بتاعه. يعني انا حتى قلت مثال في المحاضره في الكليه، لو انا رايح اشتري فراخ ولقيت ان الفرخه مثلا سايب 10 البرايس بتاعها ب 10 جنيه، خلاص فانا هعمل ايه؟ هشتري كميه فراخ تتفق مع كوانتيتي في البرايس تتفق مع الانكم بتاعي. لكن واحد تاني الانكم بتاعه قد 3 مرات، بالتاكيد مليون في الميه هيشتري كوانتيتي اكبر مني بكتير، لانه البرايس بالنسبه له هو اللي انا هدفعه، بس هو الانكم بتاعه اعلى فهيشتري كوانتيتي اعلى. يبقى الكوانتيتي بتاعتي انا كمستهلك
والكوانتيتي بتاعت الفيرمز بتاعت اي جود او سيرفيس تتوقف عليه على الانكم والكابيتال. يبقى اول وظيفه بيعملها البرايس سيستم ايه هي؟ هو secure the distribution of goods and services according to the distribution of income and capital. اهو بتوزيع السلع والخدمات على الناس والشركات طبعا according to the distribution of income and capital. يبقى نقول يبقى price system بيعمل ايه؟ بيعمل distribution of goods and services according to the distribution of income and capital. تاني حاجة بيعملها ايه؟ تاني حاجة بيعملها ان هو بيشتغل كجايد to consumers, act as a guide to consumers, بيشتغل كجايد كمرشد للمستهلكين. يعني ايه؟ يعني اللي المستهلك عايزه اهو, اللي المستهلك بيعمل عليه demand في الـ output market, الماركت بينتجه, المنتجين الفيرمز والبروديوسرز بينتجوه. فاكرين لما احنا قلنا في مبدا اسمه ايه؟ كونسيومر سوفرينتي, سياده المستهلك. فاللي الكونسيومر بيعمل عليه ديماند هو الماركت بيشتغل ليه كجايد. يبقى البرايس سيستم بيشتغل كجايد, ورك از ا جايد, اكت از ا جايد تو ذا كونسيومرز. اوكي, كونسيومر وونتس وخلاص, انا مش عايزك تعرف غيرك الجمله دي. وفي نفس الوقت بيشتغل كجايد للبروديوسر, البروديوسر هو في جانب السبلاي بيشوف اللي الكونسيومر عايزه البروديوسر بيشتغل بيقوم ينتجه. يبقى برضه بي act as a guide to the او an stimulus to producers. اه price system act as a guide to producers. اوكي, يبقى ايه الثلاث وظائف بتاعته؟ هو بيعمل distribution, price system distribute او بيعمل secure the distribution of goods and services according to the capital and income. دي كانت اول وظيفه رقم واحد اهي. تاني حاجة act as a guide to consumers. رقم ثلاثة act as a guide to producers. ادي الثلاث وظائف بتاعت الـ price system اللي هو الـ free market system اللي هو الـ laissez faire model whatever. اوكي, في نوت مهمة جدا 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 في الصفحة دي بنتكلم على الـ price system. بصوا يا جماعة, الـ price system is based on a fact. في fact مهمة جدا قائم عليها الـ price system, ايه هي؟ that production is only for profit not for use. Production is only for profit not for use. الانتاج الشركات بتنتج ليه؟ بتنتج عشان البروفيت, اهم حاجة عندها البروفيت, ما يفرقش معاها اليوز, ما يفرقش معاها انت كمستهلك ساعات بتشتري سلعة بتركنها عندك في البيت ما بتستخدمهاش, هل ده يفرق مع الشركات في حاجة؟ خالص. هي الشركات بتنتج ليه؟ البرودكشن is only for profit not for use. الانتاج الشركات بتنتج عشان خاطر تحقق ربح, ما يفرقش معايا الاستخدام بتاع الناس, كده كده المستهلك هيشتري السلع واشتريها بقى استخدمها ما استخدمهاش ما يفرقش معايا. يبقى price system is based on the fact that production is only for profit not for use. طبعا الجملة دي مهمة, مهمة جدا, لأنها بتيجي كتير جدا في الامتحانات في صورة أكمل في الفاينل. طبعا لو فتحت امتحانات السنة اللي فاتت هتلاقي في بعض الامتحانات يقول لك إيه, in general price system is based on the fact that production is only for blah not for blah is only for profit not for use. خلي بالك من الجملة دي, ساعات يجي في امتحان صح وغلط يقول لك price system is based on the fact that production is only for profit not for use. لو جت كده تبقى الجملة دي صح, لكن يقول لك ايه, price system is based on the fact that production is only for use, يلخبطك, is only for use not for profit. اقول له الكلام ده كلام غلط. غلط ليه؟ production is only for profit not for use. جميل, طبعا اهو ادي الايه امبورتنت نوت اللي في بدايه السلايد. طب هل البرايس سيستم ملوش انتقادات, ملوش مساوي؟ يعني هل الكلاسيك, النظريه الكلاسيكيه الكلاسيكال ليزيس فير موديل, النموذج الكلاسيكي اللي هو الفري ماركت سيستم اللي افترض ان كل حاجه القطاع الخاص يقدر يعملها ومش محتاجين الحكومه في حاجه, يا حكومه احنا مش عايزينك يا حكومه, ده القطاع الخاص زي ما شفنا من شويه لما جينا شفنا الاسامبشنز بتاعت الليزر سير موديل, كان بيقول لك ده البرايفت سيكتور, كان اول افتراض لو تفتكروا كان كان ممكن يعمل ماكسمايز الافشنسي ان ذا ريسورس يوز, ده ممكن يعمل يوصلنا ان احنا نستغل الموارد استخدام افشنت. وقالوا ان هو في ناتشورال لو ان ورك باي هوز اون, يعني بيشتغل بطريقه طبيعيه ومن غير تدخل الحكومه, وانه كان اتشيف ايكونوميك بروجريس, وممكن يحقق النمو الاقتصادي. يعني يا حكومه انت يا حكومه مالكيش لازمه. وقالوا في فكره الهيدن هاند ان الفرد هو بيحقق مصلحته, انه بيحقق مصلحه الايه, بقيه افراد المجتمع. طالما ان الفرد بيحقق مصلحته بيحقق مصلحه المجتمع, هل في داعي لتدخل الدوله؟ لا, يبقى احنا مش محتاجين الدوله.
هل الكلام ده كلام مظبوط؟ لا. بصوا يا جماعه بقى، لما جينا طبقنا في الواقع العملي الميكانيزم بتاعت البرايس سيستم بتاعت السبلاي والديماند دي، ومن غير تدخل الحكومه، الحكومه ما بتتدخلش خالص وتسيب كل حاجه للقطاع الخاص، اتضح ان الاليه دي الميكانيزم دي بتعاني من 6 انتقادات اساسيه، وال6 انتقادات اساسيه دول في كل انتقاد هنطلع بنتيجه ايه؟ ان احنا محتاجين الدوله، ان كلام الكلاسيك ده كلام مش مظبوط. ايه هي الانتقادات دي؟ تعالى بقى نشوف مع بعض اهو. deficiencies of the price system، deficiencies of the price system اللي هو انتقادات او disadvantages of the price system، الانتقادات اللي بتوجه للميكانيزم بتاعت البرايس سيستم. اول انتقاد يقول لك divergence between private and social costs and benefits. divergence يعني differences between private costs and benefits، يعني ايه؟ يعني الاختلاف بين البرايفت وبين السوشيال كوست اند بنفيتس، الاختلاف بين المنافع والتكاليف الخاصه والاجتماعيه. يعني بصوا يا جماعه، الميكانيزم دي كل تركيزها على البرايفت كوست، كل تركيزها على البرايفت كوست والبرايفت بنفيتس، لكن ملهاش اي علاقه، ما بتاخدش في الاعتبار السوشيال كوست او بنفيتس اللي هي بنطلق عليها، اللي هي بنسميها الاكسترناليتيز لو تفتكروا في المحاضره بتاعت الافيشنسي. فكل مشكله الميكانيزم دي ان هو السبلاي والديماند هنا متوقف على ايه؟ بيتوقف على البرايفت كوست اند بنفيتس، لكنه بيهمل تماما السوشيال كوست اند بنفيتس او اللي هي الاكسترناليتيز. وزي ما خدنا في المحاضره الثالثه او الرابعه مش متذكر، ان الاكسترناليتيز بتنقسم لحاجتين، بوزيتيف اند نيجاتيف اكسترناليتيز. وخدنا في المحاضره الثالثه او الرابعه قلنا ان مشكله الماركت انه بيهمل تماما ظاهره الاكسترناليتيز. يبقى اول مشكله بتواجه البرايس سيستم هو ديفيرجنس، الاختلاف بين برايفت اند سوشيال كوست اند بنفيتس. يعني ايه؟ يعني من الاخر زي ما هنشوف مع بعض في السلايد اللي جايه هنشرح كل واحده من الستة دول، انه البرايس سيستم اونلي تيك انتو اكاونت برايفت كوست اند بنفيتس and doesn't take into account, ignore totally the external costs and benefits, social costs and benefits. هو بيهمل تماما social costs and benefits. يبقى ده أول مشكلة بيواجهها الـ price system. تاني انتقاد بيواجه الـ price system حاجة اسمها diffusion of benefits. يعني إيه diffusion of benefits؟ بص يا جماعة هنعرف كمان شوية يعني إيه diffusion. diffusion يعني انتشار المنافع. البرايس سيستم الميكانيزم دي حلوه جدا بتاعت سبلاي والديماند لما تكون المنافع مش منتشره، منافع خاصه. يعني لما تكون السلعه برايفت، الماركت يقدر ينتج اي سلعه تعتبر برايفت جود. ليه؟ لان البرايفت جود ليها برايس بتتباع، لكن السلع اللي بتكون البنفيتس بتاعتها ديفيوزد يعني معممه منتشره، اللي هي السلع اللي بنقول عليها لو تفتكروا كنا بنقول اللي هي بتتسم بخاصيه اسمها نون رايفل ان كونسامشن، نون رايفل سيرفيسز، اللي هي او ممكن في ناس بيسموها انديفايزابل. يعني ايه انديفايزابل؟ انديفايزابل يعني انديفايزابل سيرفيسز اللي هي السلع التي لا يتم تجزئتها، غير قابله للتجزئه، زي الديفنس، زي البوليس، دي ما بتتجزئش، احنا بنستهلكها كوحده واحده في نفس الوقت. هل السلع دي الماركت يقدر ينتجها؟ لا. طب مين اللي ينتجها؟ لازم الدوله تنتجها للاسف الشديد. يبقى معنى كده اهو هم بيقول لك مش محتاجين الدوله. لا والله احنا محتاجين الدوله. فين؟ في حالة الديفيوجن اوف بنفيتس، لما يكون المنافع معممة منتشرة زي في حالة النون رايفل سيرفيسز او الانديفيزابل سيرفيسز زي الديفنس والبوليس وخلافه، تمام؟ وهنتكلم عليها برضه في سلايد كمان، تو سلايدز. ثلاثة، لوس اوف كونسيومر سوفرينتي، فقدان سيادة المستهلك. قلنا لو ما تفتكروا قلنا من ضمن افتراضات البرايس سيستم او الفري ماركت سيستم الكلاسيكال ليزيس فير موديل انه بيفترض كونسيومر سوفرينتي. يعني ايه كونسيومر سوفرينتي؟ سياده المستهلك. هل فعلا المستهلك هو السيد في الوقت الحالي؟ لا. حاليا للاسف الشديد المستهلك ما بقاش السيد، المستهلك ده بقى مين السيد؟ السيد بقى هو البروديوسر. فهنعرف ده هنشرحها بالتفصيل. بلوس اوف كونسيومر سوفرينتي. رقم 4، انيكواليتي اوف ديستريبيوشن اوف انكم اند ويلث. للاسف الشديد الفري ماركت سيستم بيترتب عليه انه بيهمل السوشيال جاستس، بيترتب عليه انيكواليتي اوف ديستريبيوشن اوف انكم اند ويلث، عدم عداله في توزيع الدخل والثروه، هنعرف ليه كمان شويه. بيترتب عليه بيهمل مشكله الانيمبلويمنت، ساعات بيحصل انيمبلويمنت وللاسف الشديد الماركت بيفشل فيها فلازم الدوله تتدخل. واخيرا insufficient scale of provision of capital. insufficient scale of provision of capital ان في بعض الحاجات الفري ماركت سيستم البرايس سيستم مش بيوفر لها كابيتال كافي، راس مال كافي.
فلازم الدولة تتدخل وتوفر ليها كابيتال، رأس مال كافي، والحاجات دي مهمة جدا عشان نعمل بروجريس في الايكونومي في السوسايتي. زي ايه؟ هنعرف مع بعض. المهم، how many deficiencies we have؟ We have six main deficiencies of the price system: divergence between private and social costs and benefits, diffusion of benefits, loss of consumer sovereignty, inequality of distribution of income and wealth, unemployment, and finally insufficient scale of provision of capital. تعال نشوف كل واحدة من الستة دول بالتفصيل الممل، تعال عشان التفاصيل اللي جوه مهمة، بتيجي فيها أسئلة صح وغلط وأكمل في الامتحانات كتير جدا. زي ما قلنا إن إحنا we have six main deficiencies of a price system. عندنا ست انتقادات أساسية أو disadvantages أساسية بتواجه ال price system. أول واحدة فيهم هو divergence between private and social costs and benefits، أو difference between private costs and benefits. يعني إيه؟ بصوا يا جماعة، الميكانيزم اللي هي بتاعت ال free market system، ال price system، اللي هي بتاعت supply و demand، كل التركيز بتاعها على ايه؟ انتوا فاكرين في المحاضره بتاعت الافيشنسي لما قلت لك شرط الماركت، شرط اللي هو بتاع البرايس سيستم اللي هي الميكانيزم ده، كان ايه؟ انه المارجنال برايفت كوست، صح، بتساوي المارجنال برايفت بنفيتس، ان المنفعه الخاصه بتساوي التكلفه الخاصه. كل تركيز الماركت كل تركيزه على البرايفت كوست والبرايفت بنفيتس بس، اهو كل التركيز على البرايفت كوست والبنفيتس. يعني ايه السبلاي دوت؟ لو تفتكروا في المحاضره بتاعه الافيشنسي قلت لك السبلاي ده هو جانب الكوست، فالكوست السبلاي بتاع الماركت هو مين؟ هو المارجنال برايفت كوست، ده المارجنال برايفت كوست. والديماند هو مين؟ الديماند هو البنفيتس، هو البنفيتس، مش اي بنفيتس، البنفيتس الخاصه، المارجنال برايفت بنفيتس، المارجنال برايفت بنفيتس. فمشكله البرايس اللي بيتحدد في الماركت دوت ده بياخد في اعتباره بس اهله، بياخد في اعتباره بس البرايفت كوست والبرايفت بنفيتس، لكنه مش بياخد في اعتباره ان في نوع من السلع، في نوع من السلع بيكون فيها اكسترناليتيز. مش احنا قلنا في سلعه بيكون فيها اكسترناليتيز وبالتالي الشرط بتاع الماركت مش هيكون شرط الكفاءه؟ فاكرين شرط الكفاءه، شرط الافيشنسي. ايه هو شرط الافيشنسي؟ شرط الافيشنسي لما احنا قلنا انه مش المارجنال برايفت كوست يساوي مارجنال برايفت بنفيتس، لا، ان المارجنال سوشيال كوست تساوي المارجنال سوشيال بنفيتس، ان المارجنال سوشيال كوست تساوي مارجنال سوشيال بنفيتس. وقلنا ان السوشيال كوست عباره عن حاجتين، قلنا السوشيال كوست عباره عن البرايفت كوست، المارجنال برايفت كوست اللي بياخدها الماركت في الحسبان، بلس حته الماركت مش بياخدها في الحسبان بيهملها، اللي هي مين؟ اللي هي النيجاتيف اكسترناليتيز، اللي هي المارجنال اكسترنال كوست. مشكله الماركت انه ما بياخدش في اعتباره النيجاتيف اكسترناليتيز، ما بياخدش في اعتباره الحته دي. طب طالما انه مش بياخد في اعتباره الحته دي، يبقى معنى كده ان الماركت هيكون انفيشنت، هيكون غير كف. ده في اهنه سلع؟ لو تفتكروا قلنا في المحاضره الثانيه في السلع اللي هي بتكون فيها اكسترناليتيز زي البابليك جودز، سواء كانت بيور بابليك جودز او كانت سلع زي السلع اللي بنسميها سيمي بابليك جودز زي الاديوكيشن والهيلث كير سيمي بابليك جودز، تمام. طب والمارجنال سوشيال بنفيتس بتتكون برضو من حتتين، نوعين من البنفيتس، مارجنال برايفت بنفيتس ده اللي بياخدها الماركت في الحسبان، بلس حته الماركت مش بياخدها في الحسبان اللي هي مين؟ اللي هي المارجنال اكسترنال بنفيتس، المارجنال اكسترنال بنفيتس دي الماركت مش بياخدها في الحسبان، اللي هي كانت اسمها بوزيتيف اكسترناليتيز. يبقى هو مشكله الماركت ما بياخدش في اعتباره لا الاكسترناليتيز لما تكون نيجاتيف ولا الاكسترناليتيز لما تكون بوزيتيف. النيجاتيف والبوزيتيف اكسترناليتيز مش باينين في الرسم ده، مش باينين في البرايس سيستم ده. يبقى معنى كده يا جماعه ايه؟ انه الماركت ماله؟ الماركت اونلي تيك انتو اكونت البرايفت كوست اند بنفيتس، and doesn't take into account, doesn't take into consideration the external cost وال external benefits اللي اسمها externalities، او ممكن نسميها بدل ما نقول نسميها spillover effects، spillover effects، تمام. طب نخلي الماركت ياخدها في اعتباره ازاي؟ فاكرين في المحاضره بتاعت الافيشنسي قلت لك لما تكون السلعه عليها نيجاتيف اكسترناليتيز الدوله تجبر لازم تدخل حكومه. شوف هو بيقول لك مش محتاجين الحكومه، لا ده لازم تكون الحكومه موجوده اهو. اول حاجه هنحتاجها الحكومه تتدخل فيها لما يكون في نيجاتيف اكسترناليتيز،
تعمل الحكومة في الحالة دي إن هي by imposing taxation. By imposing tax إن الحكومة تفرض ضرائب. يشوف إحنا محتاجين الحكومة إزاي كلام البرايس سيستم أو الفري ماركت قال لك مش محتاجينها، لا محتاجينها. طب لما تكون سلعة فيها positive externalities we need government to give subsidies إن هي الحكومة تدي subsidies تدي إعانات. أهو آدي الشرح according to the price system. Costs of production and benefits of consumers are calculated on private basis. يعني private basis إن للأسف الشديد ال price system بياخد في اعتباره بس أهنو benefits ال private benefits وأهنو costs بياخد في اعتباره ال private costs without taking into account other costs and benefits. إيه ال other costs and benefits اللي هي which called بنسميها spillover effects. افتكر الكلمة دي مهمة جدا. spillover effects or externalities. spillover effects or spillover effects أو اللي هي ايه or externalities. طبعا الكلام ده مهم في ايه؟ انه في امتحان السنة اللي فاتت جت جملة كده. جت جملة في الامتحان كانت أكمل. قالت ايه؟ according to the price system. هنقول انه costs of producers and benefits of consumers are calculated on private basis without taking into account نقط ايه بقى اكمل. في طالب كتب spill over effects صح، في طالب يكتب externalities صح، الاثنين صح، يا ده يا ده. تمام. طبعا طالما اهو الماركت ما بياخدش في اعتباره الحاجات دي لازم نجبره، لازم ندور على طريقه نخليه ياخد في اعتباره الحاجات دي. ازاي؟ الى government بقى. اهو we need government، مش زي ما يقولوا احنا مش محتاجين الحكومه، لا ده احنا محتاجينها. اهو طبعا بيقول لك these social costs and benefits are not included in the private financial calculation of costs and revenues. So we need government, in this case we need government intervention. How? By imposing taxes or giving subsidies. يبقى انا ده عايزك تعرفها ليه؟ عشان الكلمتين بتوع الاكسترناليتيز والسبيل اوفر افكتس دول مهمين جدا جدا جدا. تمام؟ تعال نشوف بقى التاني انتقاد اللي هو الديفيوجن اوف بنفيتس. وهنعرف ان الماركت يعتبر is not appropriate to be applied in the case of non-rival or indivisible services. ده في الانتقاد الجاي ان شاء الله diffusion of benefits. diffusion of benefits اهو تاني يعني ايه diffusion of benefits. بصوا يا جماعه الميكانيزم دي بتاعت supply والديماند لو تنفع في اهنو سلعه، تنفع في السلع اللي تكون ليها برايس، السلعه اللي ليها برايس. تمام؟ اللي هي كان could be priced زي مين؟ زي بالظبط كده السلع اللي هي بتكون مثلا زي ان اشتري كلوسز، اشتري مثلا درينكس، اشتري الحاجات الخاصه. ممكن يا سيدي ممكن، لكن في الحاجات اللي هي تعتبر diffused benefits المنافع معممة منتشرة. تمام؟ اللي هي في حالة البابليك جودز زي الناشونال ديفنس، زي البوليس سيرفيسز، زي السكيورتي، الجاستس، الحاجات دي يا جماعة تعتبر diffused benefits. البنفيتس ار diffused معممة. هل الخدمات دي النوع ده من الخدمات رايفل ولا نون رايفل؟ قلنا قبل كده ان هي تعتبر ايه؟ نون رايفل. نون رايفل. وقلنا ان هي النوع ده من الخدمات تعتبر subject to exclusion ولا non exclusion؟ non exclusion، ما ينفعش نتسبح حد منها، لازم نوفرها لكل الناس، وبالتالي ما بتتباعش بسعر. يبقى الماركت، هل الماركت مناسب للنوع ده من المنتجات؟ لا، الماركت هيفشل في انه يوفر هذا النوع من المنتجات. مين اللي لازم يوفرها؟ government. يبقى بص، يبقى تاني حاجه الماركت فاشل فيها وبيحصل له حاجه اسمها market failure هي في حاله diffusion of benefits. الماركت is not appropriate to be applied in the purchase of non-rival او اللي هي بنسميها indivisible services. تمام؟ اللي هي تعتبر public goods. هتلاقي اهوت price mechanism اللي هو price system اللي هو free market system اللي هو supply with demand is not appropriate. افتكر الكلمة دي كويس عشان لو بتجي لك اكمل. is not appropriate to be applied for the purchase مشتريات مين؟ non-rival or indivisible services اللي هي تعتبر public goods which are public goods which considered public goods. طبعا الجملة دي مهمة جدا لان في امتحان السنة اللي فاتت برضو جاء في امتحان السنة اللي فاتت اكمل في الفاينل قال لهم ايه؟ price mechanism is not appropriate to be applied for the purchase of not services
of the purchase for the purchase of a non-rival services. او في طالب يقول لك ايه of indivisible services اللي هي الخدمات التي لا يمكن تجزئتها. الدفاع هل ينفع يا جماعه نجزئ الدفاع؟ الجيش كل واحد ياخد له مثلا عسكريين، واحد تاني ياخد له ثلاث ارباع دبابه، واحد ياخد له قنبلتين ويبقى لنا نصيب في الدفاع؟ لا، الجيش بيدافع عننا كلنا قطعه واحده. فالنوع ده من المنتجات الماركت للاسف الشديد بيفشل فيه. ليه؟ لانه كان نوت بي ديفايدد، ما ينفعش يتقسم. يبقى الماركت از نوت ابروبريت، افتكر الكلمه دي، مش مناسب to be applied for the purchase of non-rival or indivisible service. خلي بالك من الكلمتين دول، عشان الكلمتين دول هنشوف عليهم سؤال اكمل جه في امتحان السنه اللي فاتت قبل كده. تمام؟ طبعا اهو public goods characterized by diffused benefits، منافع معممه، not reduced، ما ينفع، ما نقدرش نقللها. اوكي، no matter the number of the users with no additional cost of providing and maintaining the service، مش مشكله الكلام ده. اوكي، so private sector cannot provide this type of services. المشكلة ان الماركت مش هيعرف يقدم المنتجات اللي هي non-rival، المنتجات اللي هي تعتبر indivisible cannot be divided. مين اللي يقدمها؟ احنا محتاجين الحكومة. يبقى تاني حاجة اهو اثبتنا ان الحكومة لازم وجودها هو في حالة ال diffusion of benefits او ال non-rival او ال indivisible services اللي هو HR public. تعال نشوف اللي بعد كده اللي هو بس قبل ده اعتقد في اسئلة، اللي هو ال loss of consumer sovereignty. شوف بقى شوية أسئلة على الكلام ده، justify why you agree or disagree، ليه بتوافق أو مش بتوافق، صح ولا غلط يعني. الجملة الأولى، the equilibrium point always reflect efficient use of resources. هل يا جماعة دايما نقطة الإكواليبريم، نقطة التوازن بتاعة الماركت، reflect efficient use of resources؟ لا. فاكرين لما شفنا في المحاضرة بتاعة الإفيشنسي قلنا إنه للأسف شرط الماركت supply مع الديماند، اللي هو إن السبلاي هو المارجنال برايفت كوست، صح، والديماند اللي هو المارجنال برايفت بنفيتس، صح، مارجنال برايفت بنفيتس، ده اللي هو الايكواليبريم بوينت بتاعه الماركت. تمام، هل هي دي الافيشنت يوز؟ لا، قلنا هما الاثنين بيكونوا زي بعض في حاله لما تكون السلعه برايفت، لكن لو السلعه بابليك وفيها اكسترناليتيز هنلاقي لا، ان احيانا بيكون في كوست زياده اللي هو المارجنال سوشيال كوست اعلى، ولما تكون في بوزيتيف اكسترناليتيز في benefits اعلى اللي هي marginal social benefits. فهتلاقي انه الشرط الرسمه بتاعت الافيشنت، نقطه الافيشنسي اللي هي marginal social cost بتساوي marginal social benefits، مختلفه تماما عن نقطه شرط الايه الايكواليبريم. يبقى هل دايما الايكواليبريم بوينت always reflect efficient use of resources؟ اقول له غلط، اقول له ده لو حاله عندك externalities هيكونوا مختلفين عن بعض. يبقى جمله disagree. الجمله اللي بعدها اهو which have externalities، لما يكون عندنا externalities. الجمله اللي وراها، one of the deficiencies of the price system، احد انتقادات نظام الماركت، is that it takes into account، بص، it takes into account social cost and benefits. ده هل يا جماعه البرايس سيستم تيك انتو اكاونت، بياخد في الاعتبار social cost and benefits؟ غلط غلط، ده هو it doesn't take into account، ده مش بياخد، ده هو فعلا في deficiencies، بس هو ايه، the price system doesn't take into account the social cost and benefits اللي هي الاكسترناليتيز او اللي سميناها سبيل اوفر افكتس، مش بياخدها في الاعتبار، مش بيركز عليها اصلا. الجمله دي جمله غلط، it doesn't take اهو it doesn't take into account. هو بيقول لك take، لا ده it doesn't take into account social cost and benefits اللي هي الاكسترناليتيز او اللي هي السبيل اوفر افكتس. price system is based on the fact that production is only for profit not for use. صح صح، ارجع للسلايد اللي هي كانت فيها 6 deficiencies، هتلاقي في قبلها في important note، في ملحوظة مهمة، قلنا ان in general price system is based on the fact that production is only for profit not for use، ان الشركات بتنتج عشان البروفيت مش عشان الاستخدام. الجملة دي جملة صحيحة. بقى شوية اسئلة اكمل على الكلام ده، اهو انا جايبها لك من امتحانات سنوات سابقة. the price system is based on the fact that production is only for profit، صح؟ مش احنا قلنا is only for profit، is only for profit not for ايه؟ ها؟ not for ايه؟ not for use، not for use. الانتاج البرودكشن is only for profit not for use. طيب the price system calculates the cost of producers and benefits of consumers on private basis، او بياخد في اعتباره private cost and benefits without taking into account mean externalities. without taking into، مش بياخد في اعتباره مين؟ externalities. يبقى انت هنا طالب تكتب externalities externalities وكمل externalities. في طالب تاني يقول لك ايه؟
it doesn't take without taking into account. في طالب بدل ما يكتب externalities يقول لي spill over effect. يقول لك spill over effect. spill over effect. spill over effect. تمام؟ هي الـ externalities. اوكي spill over effects. ده وده الاثنين صح. السؤال اللي بعد كده price mechanism اللي هو price system is not appropriate to be applied for the purchase of. ارجع كده ل تاني انتقاد the second one of the chances اللي هو قلنا ايه في بدايتها اللي هو diffusion of benefits المنافع العامة. قلنا price mechanism is not appropriate to be applied for the purchase of non-rival services. non-rival services. non-rival. non-rival. او في طالب بيقول لك ايه او احنا قلنا اللي اسمها ايه non-rival services او or indivisible. indivisible اللي هي الايه اللي هي المنتجات اللي كانت not be divided. indivisible زي ايه زي الديفنس زي مثلا قلنا البوليس سيرفيسز زي ما قلنا مثلا الجاستس الحاجات دي كانت not be divided. indivisible services يبقى تقول non rival او ال indivisible services which are public. سؤال بعد كده ده جه في امتحان السنه اللي فاتت price mechanism is not appropriate to be applied for the purchase of هي اللي فاتت بس هنا حاجه واحده بس for the purchase of non-rival هتقول له non-rival services. في طالب تاني يقول لك ايه indivisible services ده صح ده صح تمام اللي هي cannot be divided indivisible services. تعال نشوف اللي بعد كده ادي الانسرز بتاعتك اهي الانسرز بتاعت السؤال اللي فات اهو فانت ممكن ايه اهو ادي اول واحد كان profit البرودكشن از اونلي فور بروفيت نوت فور يوز. تاني واحده اللي هو سبيل اوفر افكتس او اكسترناليتيز. تالت واحده نون رايفل او انديفايزبل سيرفيسز. والرابعه هي نون رايفل سيرفيسز او ممكن تكتب انديفايزبل. دي اجابات السؤال اللي فات. تعال نشوف الانتقاد اللي بعد كده. احنا قلنا ان هم ست انتقادات. وي هاف 6 ديفيشنسز اوف ذا برايس سيستم. كان اول واحد قلنا اللي هو دايفرجنس بتوين برايفت اند سوشيال كوست اند بنفيتس. ثاني واحده كانت ديفيوجن اوف بنفيتس. ثالث واحده كانت لوس اوف كونسيومر سوفرينتي فقدان او عدم وجود الكونسيومر سوفرينتي اللي هو سياده المستهلك. هم فاكرين لما احنا قلنا ان من ضمن الاسامبشنز بتاعت السيركلر فلو اوف كلاسيكال ليزر سفير موديل اوف فري ماركت سيستم هو كونسيومر سوفرينتي انه المستهلك هو السيد سياده المستهلك اللي المستهلك يعوزه الشركات بتنتجه. سؤال هل فعلا في الواقع العملي دلوقتي يا شباب انت حاسس ان انت السيد انت كمستهلك وانت نازل الماركت حاسس ان انت السيد اللي انت بتعوزه الماركت بينتجه فعلا هل انت اللي متحكم في الماركت؟ طبعا لا. ليه؟ لان يا جماعه عشان يبقى المستهلك والسيد ده قائم على فكره البيرفكت كومبيتيشن المنافسه الكامله ان عدد كبير من المنتجين وكل منتج عشان يجذب الزبون لازم يرضيه. ده هل ده اللي موجود فعلا؟ هل احنا في بيرفكت كومبيتيشن وهل في فعلا عدد كبير من المنتجين؟ لا. الوضع الحالي we have monopoly احنا عندنا monopoly عندنا احتكار. تلاقي بص في كل السلع اللي انت بتشتريها من الماركت دلوقتي تلاقي كل السلع عباره عن ايه منتج واحد اتنين تلاته بالكتير قوي بينتجوا السلع. ده مش perfect competition. احنا دلوقتي المنتجات كلها السوق بتاعها عباره عن monopoly احتكار. البيج companies البيج corporations مالها؟ هي اللي بتتحكم control the market dominate the market بتتحكم في الماركت. كل يوم بيخترعوا تكنولوجيا جديده. انت لسه شاري الموبايل بتاعك امبارح تلاقي نفسك بعد ما اشتريت الموبايل بخمس دقايق تلاقي الشركه نزلت موبايل جديد احدث 100 مليون مره. تلاقي نفسك ماسك الموبايل بتاعك كده تحس ان انت ماسك حته خرده. ايه اللي انا ماسكه ده؟ مع انك لسه شاريه. ليه؟ انت ما بيش السيد، السيد هو اللي ماسك التكنولوجيا، هو البروديوسر. فالمشكله ان السيد للاسف مش زي الكلاسيك ما قاله الكونسيومر، للاسف اللي بقى السيد دلوقتي هو البروديوسر، هو الفيرمز. فانت consumer sovereignty is no more existed ما بقتش موجوده للاسف الشديد. ما بقتش تنتج اللي المستهلك عايزه، بقت تنتج هي اللي هي عايزاه بالتكنولوجيا وتزغلل عينك وهي اللي بقت متحكمه في الجو مش المستهلك. ما بقاش السيد. يبقى consumer sovereignty is no more existed. جميل. يبقى كلام الكلاسيك ده بلح مالوش وجود اصلا. وماله consumer sovereignty هو اللي هو سياده المستهلك يا فندم؟ مش حقيقه. المونوبولي خلى بقى هو البروديوسر sovereignty مش الكونسيومر اهو. as monopoly represented by large corporations. المونوبولي هو اللي سايد دلوقتي ان large corporations اللي هي ال big companies dominate the market control the market بتتحكم في الماركت بالتكنولوجيا بتاعتها. So the price system is no longer ما بقاش يشتغل as a guide to consumer wants مش بيبص على الكونسيومر عايز ايه.
and the consumer sovereignty is no more existed. وسيادة المستهلك ما بقتش ليها وجود في الوقت الحالي. طبعا ده مهم ليه؟ لأنه جه في امتحان من الامتحانات قبل كده سؤال أكمل بيقول لك إيه؟ As monopoly represented by large corporations which dominate the market, so the price system is no longer work as a guide to consumer wants. And that law أكمل is no more existed. أنت ساعات بتشوف كلمة is no more existed إيه؟ consumer sovereignty اللي هو سيادة المستهلك ما بقتش ليها تمام يبقى ايه البلا الاكمل كونسيومر سوفرينتي از نو مور اكزيست. تعال نشوف اللي بعد كده الانتقاد الرابع اللي هو انيكويتابل ديستريبيوشن اوف انكم اند ويلث. الانتقاد اللي بعد كده انيكواليتي اوف ديستريبيوشن اوف انكم اند ويلث يعني ايه؟ بص يا شباب هو مشكله الفري ماركت سيستم انه اعتبروا ان احنا قدرتنا على اكتساب الدخل تعتبر واحده وي ار ايكوال ان اور كاباسيتي تو ايرن انكم. هل احنا فعلا ار ايكوالز؟ هل الكاباسيتي بتاعتنا قدرتنا تو ايرن انكم هل فعلا قدرتنا في اكتساب الدخل متساويه؟ لا. بص يا جماعه لو تبص لو ترجع كده للفري ماركت سيستم للرسمه هتلاقي ان الرسمه كانت متقسمه حتتين. الرسمه بتاعت الانبوت كان فيها هنا السبلاي وهنا كان في الديماند. طبعا هنا السبلاي بتاع الاونرز انبوتس ملاك عوامل الانتاج فكان ده البرايس اللي بياخدوه من الماركت. هم افترضوا ان البرايس ده كلنا بناخد نفس البرايس. سؤال هل كلنا لما بندخل الماركت بنقدر نكسب نفس الدخل؟ هل كلنا بناخد نفس البرايس؟ يعني انت لما تروح تشتغل هتاخد نفس المرتب اللي انا باخده؟ هل انت لما بتروح تشتغل بتاخد المرتب اللي بياخده زميلك خالك عمك صاحبك جارك واحد ما تعرفوش؟ لا. المشكله انه افترض في الانبوت ماركت ان كله بياخد نفس البرايس ده. هل ده حقيقه؟ هل احنا فعلا يا جماعه متساويين في الكباسيتي بتاعتنا تو ايرن انكم زي الفري ماركت سيستم بيقول؟ للاسف لا. فاحنا المشكله انه الماركت ما اخدش في اعتباره الفري ماركت سيستم الكلاسيكال سيستم موديل انه احنا عندنا في انيشال ديفرنسز في ديفرنس بتوين بيبل ان زير كاباسيتي تو ايرن انكم. ان في اختلاف، في ناس بتاخد البرايس ده فعلا، في ناس بتاخد اكتر منه، في ناس بتاخد اقل منه. هل انت الصغار في السن بياخد زي العجوز؟ لا. هل انت اللي عندك خبره زي اللي ما عندوش خبره؟ لا. هل اللي عنده مهارات زي اللي ما عندوش مهارات؟ لا. الناس قدراتها في اكتساب الدخل مختلفه عن التاني عن بعض، فاحنا مش زي بعض. تمام اهو هنلاقي يا جماعه individuals اهو differ in their capacity to earn income. ده الحقيقه، ده الواقع بقى، الافراد مختلفين في قدرتهم على اكتساب الدخل. للاسف الماركت الميكانيزم دي افترض ان كلنا بناخد نفس البي، نفس البرايس، نفس الدخل، نفس الانكم، وده مش مظبوط. There is no assurance، مفيش تأكيد. The market system, price system will correct these initial differences in capacities. مش متأكدين إن الماركت بياخد الاختلافات دي في قدرتنا على اكتساب الدخل and achieve social justice. خلي بالنا من الكلمة دي. So market will fail to achieve social justice. الماركت هيفشل في تحقيق العدالة في توزيع الدخل. طب طالما إن الماركت فاشل ومش عارف يوزع الدخل بطريقة عادلة يبقى نسيبه كده؟ لا، لازم مين يتدخل؟ government. يبص يبقى ده مره رابعه اهو، وي نيد government، الحكومه عايزينها. هم بيقولوا الحكومه ملهاش لازمه. لا، ده الحكومه لها لازمه. مين قال كده؟ الحكومه لازمه عشان تو اتشيف سوشيال جاستس. ازاي؟ تعمل ايه في الريتش؟ تاخد منهم ايه؟ تفرض عليهم ايه؟ امبوز تاكسس، ويا سلام لو تكون بروجريسيف، وتاخد التاكسس دي تديها للفقير في صوره ايه؟ تديها للبور بيبل في صوره ايه؟ سبسيديز. يبقى امبوز تاكسيشن اون ريتش بيبل اند جيف ات تو بور بيبل ان ذا فورم اوف subsidies. Okay, so we need government intervention. اهو the market system cannot distribute products in an acceptable way بطريقه عادله. So we need government intervention to reduce this inequality لعدم العداله of distribution of income by imposing tax on rich and give subsidy to poor. تمام؟ ادي ليه؟ ادي رقم اربعه. طبعا في خمسه وسته هنشوفهم، بس الاول تعالى نشوف شويه اسئله من امتحانات سابقه على رقم ثلاثه واربعه. طبعا تعالى نشوف دي اهي. complete the following phrases، الجمل التاليه. under monopoly في ظل احتكار price
is no longer price system is no longer a guide work as a guide to the consumer wants and the is no more existed مين فاكر قلت لك مين رقم ثلاثة الانتقاد الثالث في الديفيشنسز بتاعت الفري ماركت سيستم and the consumer sovereignty consumer sovereignty consumer sovereignty اللي هو مين سيادة المستهلك ما بقتش ليها وجود تمام رقم اثنين market economy distributes the product in a way that is against social justice social equity اهو is against social justice العدالة الاجتماعية اهو الانسر زي رقم واحد consumer sovereignty رقم اثنين social justice تعالوا نشوف الانتقاد الخامس من انتقادات الماركت هما كانوا ستة خلنا منهم أربعة الانتقاد الخامس هنشوفه مع بعض اللي هو كان بيتكلم على أعتقد الـ unemployment تعال نشوف الـ unemployment أهو الانتقاد السادس طبعا هو الماركت الميكانيزم بتاعت الـ supply والـ demand هي بتفترض إن supply مع demand إن دوت في ظلها إنه هنفضل دايما في natural اللي هو بيخلينا دايما في إحنا دايما بنحقق الـ efficiency in the use of resource ومفيش عندنا بطالة كل الناس شغالة جميل وان اللي بيقعد شويه بعدها بفتره اوتوماتيك تلقائي بشكل ناتشرال بيلاقي فرصه عمل وده من غير التدخل من جانب الدوله مش محتاجين الدوله تتدخل تمام هل فعلا ده اللي بيحصل لا هنلاقي يا جماعه في واقع اسمه unemployment بطاله والماركت للاسف الشديد بيفشل ان هو يحل المشكله دي ولازم الحكومه تتدخل ازاي هقول لحضرتك ازاي تفتكر انت لو بتشتغل كبروديوسر كمنتج امتى البروديوسر امتى البروديوسر يشغل عمال عنده امتى البروديوسر هيوظف employee workers more workers في حاله واحده بس ايه هي لو توقع ان الانتاج بتاعه اللي بينتجه يتباع فانا كل ما انتج منتجات وتتباع يبقى معنى كده انه انا محتاج عمال عشان ينتجوا الانتاج بتاعي فهوظف عمال العمال اللي جبتهم انتجوا انتاج فرحت لقيت للناس بتشتري مني واشتروا اكتر كمان فانا عشان الناس بتشتري اكتر في ديماند اكتر فهم انا عامل ايه موظف عمال اكتر عشان ينتجوا انتاج يكفي طلباتهم الاكتر الشهر اللي بعده الناس طلبت منتجات اكتر فعشان البي منتجاتهم وعشان البي طلباتهم يبقى لازم اعمل ايه اوظف عمال اكتر عشان ينتجوا الانتاج الاكتر اللي هو يتفق مع الاجريجيت ديماند الطلب بتاعهم يبقى معنى كده ايه ان طول ما الناس ما بتطلب وبتشتري طول ما انا بوظف عمال عندي يبقى اهو بصوا يا جماعه employer اصحاب الاعمال والemployee workers هيوظفوا عمال if they expect لو توقعوا selling all goods that they produce لو توقعوا ان هم يبيعوا كل الانتاج اللي بينتجوه مظبوط جميل طب يبقى معنى كده نفهم من كده ان الemployment التوظف فرص العمل depend on بتتوقف على الديماند ولا السبلاي كده الديماند اهو employment depends on aggregate demand for goods and services خلي بالك من الجمله دي عشان دي بتيجي اكمل employment depend on aggregate يجي لك واكمل aggregate ايه demand فرص العمل بتتوقف على الاجريجيت ديماند زي ما قلت لك ليه لان طول ما الناس ما بتعمل ديماند بتطلب لو الناس ما بتشتريش المنتج يشغل عنده حد لا يبقى لو ما فيش ديماند يبقى المنتج مش هينتج يبقى المنتج مش هيشغل ناس لكن كل ما الديماند عمال يزيد الديماند عمال يعلى اعمل ايه عشان يبقى انا هنتج اكتر انتج اكتر يبقى اوظف اكتر يبقى خلي بالك الامبلويمنت ديبند اون اجريجيت ديماند ولا اجريجيت سبلاي لو جالك ام سي كيو اجريجيت ديماند نوت اجريجيت سبلاي اوكي طيب طب افرض بقى افرض ان الوركرز لو لغايه دلوقتي الماركت شغال اهوت وكل ما الناس ما بتطلب المنتج بينتج وبيشغل عمال عشان تنتج جميل يبقى الماركت زي الفل اهو امال فشل ليه بقى اقول لحضرتك ليه افرض انت عامل بقى المره دي انت وركر وحصل ازمه زي ازمه كورونا اللي حصلت من شهر 3 اللي فات فبتبص انت كعامل شغال في مصنع احنا كلنا شغالين في نفس المصنع بتبص كده لقيت ان زميلك صاحبك حبيبك كفاءه اللي كان كتفك في كتفه اللي مين بتسال عليه فين زميلي قال لك معلش اطل الشركه عشان ازمه كورونا ومحدش بيشتري فالشركه بتسرح عمال فسرحوا زميلك اللي كان كتفك في كتفه اليمين بتسال على زميلك اللي كتفك كان في كتفه الشمال فين فلان الفلاني قال لك ده فلان الفلاني ما جاش النهارده ليه يا جدعان اصله رفدوه ليه اصل ازمه كورونا اثرت على الشركه على المصنع فبيحاولوا يقللوا الكوست اوف برودكشن عشان الظروف اللي احنا فيها فالشركه عملت له ايه قالت له يو ار فايرد طب بتسال على زميلك اللي هو وراك ظهرك في ظهره قالوا لك ده اترفد ليه يا جدعان عشان برضه ازمه كورونا بتسال على زميلك اللي قدامك كل ما تسال يقول لك اترفد الله فانت كده متوقع ان الدور جاي عليك
ده كله بيترفض. فانت بذمتك لو كنت ليك ديماند على سلعه، انت ده الديماند كيرف بتاعك، لو انت ليك ديماند معينه، هو انت متوقع انك الفتره اللي جايه دي باد دايز، دي بلاك دايز، ايام سودا بعيد عنكم، استغفر الله العظيم يا رب، هل انت هتفضل تصرف نفس الفلوس تعمل نفس الديماند اللي انت بتعمله؟ لا، يو ويل كات داون يور ديماند اون جودز اند سيرفيس، هتقلل الديماند بتاعك على الجودز اند سيرفيسز اند كيب سم ماني فور ذا باد دايز، وتحافظ وتحوش شويه فلوس للايام السوداء اللي جايه، لان انت متوقع ان يجي عليك الدور. طب بذمتك انت بقى لو كل الناس عملوا زيك اللي شغالين و cut down their demand and save some money for the bad days، تفتكر ده هيخلي الاجرج الديماند يحصل له ايه لما الناس توفر فلوس وما تصرفش عشان خاطر الايام السوداء اللي جايه؟ تعمل ايه كده يا جماعه؟ الديماند يقل، ففرص العمل اللي في البلد هتزيد ولا تقل؟ This will lead to the worst case, the worst scenario of unemployment. ده أسوأ سيناريو للunemployment. كده يا فندم أنت متوقع إن الدور جاي عليك. كده هيرفضوك رسمي. أهو. So if workers expect higher unemployment، لو الـ workers متوقعين في higher unemployment، في حالة بطالة كبيرة هتحصل الفترة الجاية نتيجة أي أزمة، they will cut their demand for goods and services and save more some money. Save more for bad days, black days, and this will create the worst unemployment. هتترفض انت كده رسمي، تمام؟ الحكومة بقى تسكت يا جماعة وما نتدخلش ونسمع كلام الجماعة الكلاسيك الفري ماركت سيستم، نخليه فري من غير تدخل الدولة. لا تتدخل، تتدخل طبعا، تتدخل هاو؟ by giving subsidies to unemployment. ان تدي subsidies للناس اللي فقدت فرص العمل. So the government should interfere. We need government intervention by giving subsidies. تمام، ان هي عشان to maintain sufficient demand to ensure high and stable level of employment. طبعا ده سؤال مهم جدا. employment depends on aggregate supply. لا، aggregate ايه؟ aggregate demand مش supply. اوكي، تعال نشوف اخر حاجه اللي هو insufficient scale of provision of capital. insufficient scale of provision of capital اللي هو عدم كفايه راس المال. يعني ايه؟ بصوا يا جماعه، انت لو انت investor في البرايفت سيكتور، دايما الانفستور في البرايفت سيكتور زي ما درست في سنه اولى وفي مواجهات كتير في سنه ثانيه، دايما الانفستورز في البرايفت سيكتور بيدوروا على ايه؟ بيدوروا على البروفيت ماكسمايزيشن والريسك مينيمايزيشن. موتيفيتد باي، اهو انفستورز ان ذا فري ماركت سيستم ار موتيفيتد، اللي بيحفزهم ان هم يستثمروا، باي ماكسمايزنج بروفيتس اند مينيمايزنج ريسكس. دايما بيروحوا يستثمروا فلوسهم في الحاجات اللي بتعمل بروفيت ماكسمايزيشن، تعظيم ربح، وريسك مينيمايزيشن اللي هو تدنية الريسكس المخاطر. تمام، ده المستثمر بيعمل كده دايما، دور على حاجات اللي ارباحها اقصى ما يكون ومخاطرها ادنى ما يكون. جميل، فلما تيجي تقول للمستثمر تعالى ده في حاجات very vital for social progress for progress in the society، زي الروت والبريدجز. انت عارف ان التاريخ الامريكي، الامريكان نفسهم بيعترفوا في كتاباتهم انه الاولى اللي عملوه الاباء المؤسسين في امريكا انهم عملوا السكك الحديديه والرودز والبريدجز، ما كانتش امريكا تبقى امريكا اللي موجوده دلوقتي. فنهضه امريكا الحقيقيه والدول الكبيره كلها تاريخها بيقول كده بسبب الرودز، السكك الحديديه، البريدجز. ده هو ده التاريخ بيقول كده. فانت اي دوله في العالم لما تيجي تقول للمستثمرين تعالوا يا جماعه ده احنا هنبقوا عايزين نبقوا زي امريكا، تعالوا اعملوا روتس بريدجز، بذمتك انت كانفستور تروح تحط فلوسك في الحاجات دي؟ لا. ليه؟ لان الحاجات دي عكس الموتيفيشن بتاعك. الحاجات دي لو بيجي منها ارباح بتكون ارباح قليله، فده بيتناقض، ما فيهاش بروفيت ماكسمايزيشن، والريسك بتاعتها عاليه للاسف، ما فيهاش ريسك مينيمايزيشن، ده العكس، ده المخاطر بتاعتها عاليه جدا والربح بتاعها قليل جدا وبيجي بعد فتره طويله. فالمستثمرين مش هيعملوا الكلام ده، المستثمرين مش هيسمعوا كلام الدوله. طب معنى كده ان الحكومة بقى تسكت، الحكومة تخلي الحاجات دي ما تتعملش ونفضل كده كدولة مفيش عندنا بروجريس؟ لا، يبقى مين لازم يوفر الكابيتال للحاجات دي؟ جوفرمنت. يبقى بص، هم بيقول لك الدولة ما تتدخلش، لا، في حاجات الدولة لازم تتدخل فيها اهو. So the market mechanism cannot supply adequate capital. Adequate capital يعني sufficient capital، يعني راس مال كافي. Required for new industries projects that is vital، اللي هي حيوية، vital حيوية مهمة. For the progress of society, like roads and bridges, here the government must interfere. We need government intervention. إن الحكومة تدي by giving financial support، تدي دعم مالي للمشروعات دي.
ان القطاع الخاص للاسف الشديد مش هيعملها، فلازم الحكومه تعملها بنفسها او تشارك القطاع الخاص فيها، تدي له فاينانشال سبورت. اهو شفنا بقى من الست انتقادات دول، 6 ديفيشنسز اوف ذا برايس ميكانيزم، ان الماركت دايما كويس وحلو وزي الفل، لا، لان انه بيفشل في بعض الاحيان، ومين اللي بيصلح غلطته؟ الجفرمنت. سو وي نيد جفرمنت انترفنشن، مش زي ما كان بيقول الكلاسيكال ليزستير موديل، انه زي بريفير ذا موست ايكونوميك فانكشنز should be left to the private sector. لا طبعا، ده لازم يكون في دور كمان للحكومة زي ما شفنا في الست انتقادات اللي فاتت. تعال نشوف الاخر حاجة وتعال نشوف. طبعا اهو هنلاقي forms of government intervention. احنا قلنا من شوية بقى ايه، we need government intervention، احنا محتاجين تدخل الحكومة، قلنا في الست حالات اللي فاتت. ازاي بقى الحكومة تتدخل؟ بص يا جماعة، الحكومة بتتدخل بثلاث طرق، طريقة اسمها regulation، طريقة اسمها financing، طريقة اسمها بروفايدنج. ادي طرق تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي. تتدخل عشان تصحح الماركت فيلر، زي باي ريجوليشن اللي هو التشريع التنظيم، فاينانسنج التمويل، بروفايدنج ان هي بنفسها تعمل بروفايد، انا كحكومة جفرمنت اتسلف بروفايد سيرتن جودز اند سيرفيس، توفر مجموعة من السلع والخدمات. تعال نشوف الريجوليشن الاول. طبعا الريجوليشن دي يا جماعة تشريعات، كود بي بوزيتيف، ممكن تكون تأثيرها ايجابي، كود بي نيجاتيف، ممكن تكون تأثيرها سلبي، كود افكت consumer or producer، ممكن تأثر على المستهلك، ممكن تأثر على المنتج. يبقى regulation it could be positive it could be negative it could affect consumer it could affect producer. زي ايه مثلا؟ زي مثلا الحكومة تطلع تشريع to fix minimum wage، اهو government fix minimum wages، اللي هي ان الحكومة تثبت الأجور، تقول لك الأجور مش هتزيد السنة دي. طبعا ده بالنسبة للناس اللي بتشتغل ده يعتبر حاجة نيجاتيف، لأنه كده كان مستني أجره يزيد، الحكومة قالت له أنت ويل فيكس مينيموم ويج، هنثبت الحد الأدنى للأجور، فده طبعا حاجة مش كويسة ليه خالص، تمام. لكن ده بالنسبة للبروديوسر تعتبر إيه؟ البروديوسر يفرح، دي حاجة بوزيتيف. ليه بوزيتيف؟ لأنه مش هيزود الأجور اللي بيديها للعمال اللي عنده. يبقى بص أهو، يبقى طلع الحكومة تطلع تشريح تو فيكس مينيموم ويج، أهو ده ريجيليشن. ممكن تلاقي مثلا في بعض الأدوية بتكون مضره جدا على الصحه، الناس مثلا بتشتريها عشان هو الدكاتره بتكتبها لوصفه طبيه معينه، للاسف الناس بتستخدمها عشان ادمان مثلا، فتقوم الحكومه مطلعه ايه، مطلعه ريجوليشن يعمل ايه، يمنع استخدام النوع ده من الادويه الا بروشته طبيه مثلا. اهو يقول لك government prevent the use of certain drugs، ان الحكومه تطلع تشريعات بمنع استخدام certain drugs، بمنع استخدام ادويه معينه، لان للاسف بيسيء استخدامها في حاجات ثانيه. او ممكن الحكومه تطلع تشريعات مثلا تقول لك انه في اعلانات شايفينها في التلفزيون للسجاير، فالولاد الصغيرين اللي قاعدين في البيت والبراءه تملا اعينهم لما يلاقي ان اعلان السجاير اللي جاي في التلفزيون بيبين ان السيجاره دي بتعمل دماغ، ان السيجاره دي كويسه ومفيده للصحه وبتاع وزي الفل. فطبعا العيل الصغير ده بيعمل ايه؟ للاسف الشديد تاني يوم رايح مدرسته ولا حاجه من ورا باباه ومامته تلاقيه بيقلد الموجود في الاعلان. ففي حكومات تعمل ايه؟ تطلع ريجيليشن، اهو ريجوليشن عشان تحمي الكونسيومرز، ان هو تو ايه، ان هو تو ريستريكت سيجريت ادفيرتايزنج، ان هي تقيد اعلانات السجاير. عشان كده تلاقي في قلما لما تلاقي في اعلان للسجاير في محطه من محطات التلفزيون، قليل جدا، نادر قوي يعني، حاجه نادره جدا، لان كل دول العالم عشان عارفه ان ده حاجه تعتبر ضرر للكونسيومرز. اوكي، يبقى ده اهو افكت، في بعضها افكت على الكونسيومر على بعضها. يبقى نقول ريجوليشن could be positive could be negative it could affect consumers it could affect producers. زي مين؟ زي قلنا government fix minimum wage، زي government restricts the use of certain drug او prevents the use of certain drug، او قلنا government restricts the cigarette advertising، اعلانات الايه السجاير، تمام. تعالى بقى نشوف تاني حاجه، الفاينانسنج. فاينانسنج دي عباره ان انا ايه، في ناس في المجتمع بعمل لهم تمويل، ليه؟ بديهم فلوس او بساعدهم بطريقه ما، بتتبع مجموعة من البوليسز السياسات to redistribute income، لإعادة توزيع الدخل والثروة في المجتمع، بدي الفقير. في بعض الناس للأسف الشديد مش قادر يحصل على البيزك نيدز بتاعته، البيزك وونتس بتاعته، مرتبه ما بيكفيش، معاشه مش بيكفي، فأنا كحكومة بقوم عاملة مجموعة من البوليسز مرتبطة بـ redistribution of income and wealth، بنسميها financing، تمام أهو. يبقى using the policy of redistribution of income and wealth to guarantee، عشان نضمن that each citizen has a purchasing power، عنده قدرة شرائية to satisfy his basic needs. زي ايه بقى الحاجات اللي بتعملها الحكومة عشان تبقى فيه عدالة؟ ان مثلا الحكومة تقوم عاملة ايه؟ تعمل مثلا تدي subsidies ل certain goods، زي البريد في ايجيبت، العيش في مصر، العيش لما تروح تشتريه من الماركت من القطاع الخاص تلاقيه بجنيه. هل كل الناس تقدر تدفع الجنيه؟ لا، فتلاقي الحكومة بتعمل ايه؟ في الافران البلدي عاملة
دعم على رغيف العيش نازل من جنيه لخمسة صاغ، يبقى تروح تشتري من الايه من عن طريق الحكومه بخمسة صاغ، يبقى ده يعتبر حاجه اهوت حاجه فاينانسنج، الحكومه بتمول تدي سبسيدز، يبقى نقول سبسيدز سبسيدايزنج سيرتين جود اند سيرفيسز لايك بريد. بروفايدنج كاش ترانسفير اللي هو بتدي دعم نقدي، كاش ترانسفير دعم نقدي، زي مثلا لو سمعتوا عن حاجه اسمها الاعانات النقديه اللي اديتها الحكومه مثلا في ازمه كورونا ال 500 جنيه، اهو ده كاش ترانسفير. ده واحد فقد فرصه العمل بتاعته بسبب كورونا، فبياخد ال 500 جنيه دول يشتري بيهم لغايه ما يلاقي فرصه عمل. زي سمعنا عن حاجه اسمها مشروع تكافل وكرامه، وزاره التضامن الاجتماعي عندنا الحكومه المصريه بتدي للناس الفقراء في المناطق اللي هي المهمشه تديهم تكافل وكرامه، يبقى ده يعتبر كاش ترانسفير، بتديهم فلوس عشان يعيشوا يقدروا يعيشوا واخد ايه. تمام. ساعات تلاقي ان الحكومه imposing taxes on luxuries and or cigarettes، ان الحكومه تفرض على luxuries اللي هو السلع الكماليه الترفيهيه او السيجارتس السجاير، فتيجي تقول لك بفرض عليهم ضرائب ليه؟ وتلاقي الحكومه تاخد الضرائب دي تديها للفقراء في صوره سبسيدز وخلافه. تمام. يبقى ده يعتبر فاينانسنج. يبقى فاينانسنج اللي هو redistribute income and wealth to guarantee that each citizen has the purchasing power to satisfy his basic needs، زي ان انا ادي سبسيدز لسيرتين جودز زي البريد في ايجيبت اللي عايش في مصر، زي ندي كاش ترانسفيرز اعانات نقديه. تمام. دعم نقدي، زي نفرض ضرائب imposing taxation on cigarettes or on luxuries. تعال بقى نشوف اللي هو الايه البروفايدنج، ان الجفرمنت اتسلف بروفايد سيرتين جودز اند سيرفيسز زي الاديوكيشن زي البابليك هيلث كير زي الرودز وخلافه. تعال نشوف بقى اهو بروفايدنج ثالث حاجه اهو. يبقى احنا قلنا اول واحد اللي هو ريجوليشن، دي اول طريقه في الجفرمنت انترفنشن. ثاني واحد قلنا اللي هو فاينانسنج، واخيرا بروفايدنج. جفرمنت اتسلف الحكومه بنفسها بروفايد سيرتين جودز اند سيرفيسز، الحكومه بنفسها بتقدم سلع، ما بتخليش القطاع الخاص بقى يقدمها، هو بيقدم وانا كحكومه برضه هقدم. زي ايه؟ الميديكال كير في مستشفيات عامه، اديوكيشن في جامعات عامه، هاي ويز طرق سريعه. تمام. طب والحكومه تمول الحاجات دي، يا اما تمولها توتالي باي تاكسيشن من الضرايب، او توتالي باي يوزر تشارج رسوم المستفيدين، زي بالظبط كده ايه في بعض البرامج التعليميه زي التجاره الانجليزي بتمول بالكامل من خلال رسوم المستفيدين، وانا كحكومه انا اللي بعلم. تمام. او بولس من خلال الاثنين مع بعض، جزء من التمويل بجيبه من الضرايب وجزء من التمويل بجيبه من اليوزر تشارج واقدم بيهم الخدمه. اوكي اهو ذي سيرفيسز بي بي باي توتالي ثرو تاكسيشن اور باي تشارج يوزر تشارج اور بولس. طبعا ده مهم جدا، لان جه السنه اللي فاتت في امتحان السنه اللي فاتت كانت جمله صح وغلط وتتكرر كتير جدا. بيقول لك ايه الجمله؟ جفرمنت فاينانسد بابليك ميديكال سيرفيسز. بص بابليك ميديكال سيرفيس افتكر فوق الميديكال كير، باي تاكسز or by price of these services low user charge paid by user. صح اهو ده لسه قايلين اهو، these services may be paid totally through taxation or user charge or post. فالجمله دي جمله صحيحه. الجمله الثانيه، الجمله الثانيه دي جمله متاخده من الكتاب بالنص كده وبتيجي في امتحانات كتيره جدا، والجمله دي لو جات لك بالنص اللي هتبقى الجمله دي جمله صح. ايه هي؟ market failure فشل السوق doesn't imply يعني مش بيضمن government success. فشل السوق مش معنى ان السوق فاشل ان ده يضمن ان الحكومه تكون ناجحه. صح، على فكره ممكن السوق يكون فاشل والحكومه تكون فاشله، وفشل الحكومه اكتر من فشل السوق. يعني ساعات السوق لو فاشل الحكومه ما تتدخلش، تسيبه يصلح نفسه احسن من تدخل الحكومه. ساعات الحكومه كانت تزيد طينة بلو في بعض الدول، فيقول لك احيانا انه الماركت فيلر doesn't imply government success. الجمله دي جمله صحيحه. اوكي طبعا لو جات لك الجمله بشكل مختلف قالت لك ايه؟ ماركت فيلر imply government success، بيفرض ان بياكد ان الحكومه هتنجح، لا مش بالضروره. يبقى لو جات لك بالنص ده تبقى صح، لو قال لك شال doesn't وخلاها imply تبقى جمله جمله غلط. طبعا دي جت في امتحانات كتيره جدا. الماركت فيلر doesn't مش بيضمن فعلا ان الحكومه تنجح، ممكن الحكومه تبقى افشل منه. اوكي ادي الايه المحاضره بتاعت النهارده، شكرا جزيلا واشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله في حلقات قادمه باذن الله ان شاء الله.